يا مديحة هاتي لي الأظرف اللي محطوطين في درج المكتب الأستاذ. حاضر يا بابا. طب بعد إذنكم. أنت رايح فين؟ هطلع بس أشوف باكي، تأخرت لي يا بابا. بأذنك حاجة. أهلا سيدي. يعني عليك يا بابا. أهلا يا جمال. باكي. باكي. يا باكي. أيوة يا ماجد. إيه في إيه، مال صوتك؟ لا أنا كويسة مفيش حاجة. اسبقني انت تحت وانا هاجي وراك. هو انا لازم كام سنه؟ لا لا ايش بالصوره بس قاعده هناك. اتفضل يا بابا. شكرا يا بابا. قومي شوفي لي ماجد ماله. حاضر. مالك يا حبيبي؟ مراتك فين؟ في الحمام، شكلها تعبانه شويه. ايوه هي من ساعه ما جت وشكلها ضايق كده. مالها؟ معرفش. تكونش يا واد مراتك شايله؟ شايله ايه؟ المستشار ابراهيم ثابت ابراهيم الطيب. برافو. كبر ما شاء الله. يلا روح عند بابا. الدكتور حسن ثابت ابراهيم الطيب. برافو. ميرسي يا عمو، ربنا يخليك لينا. سنة انتوا طيبين يا حبيبي. خد انت وجوزك كمان ثابت وحرم. ميرسي يا عمو. طيب يا بابا. انت طيب يا حبيبي. الاستاذ ماجد الطيب وحرمه. شلون طيب؟ انت طيب يا حبيبي. ومامته بقى مش وحرم. حاضر من عينيا. الآنسة مديحة ابراهيم الطيب. شكرا يا بابا، كل سنة وانت طيب. انت طيبة يا بابا. الأستاذة رحمة عبد الله. كل سنة وانت طيب يا حاج. الأستاذ جمال. ايوه يا حاج، بس احنا كبرنا على الحاجات دي. لا لا لا، انا ما حدش يقول لي لا على العيديه. الحاج متعود يدينا عيديه كل سنه يا جمال، ان شاء الله عاده ما تتقطعش يا حاج. 3000 جنيه زادوا 1000 على العيد اللي فات. حلو، وهي شهاده استثمار لكل ولد كمان ب 50000 جنيه. حلوه قوي الهديه دي، ربنا يخليك لنا يا عمو يا رب. طيب يا حاجة هنستأذن بقى يا حاجة. ليه بدري كده؟ معلش بقى عشان نروح نشوف بابا ورقبته نقعد معاهم شويه. كل سنه وانت طيب. انت طيب يا جمال. انت طيب. كل سنه وانت طيب يا حاج. كل سنه وانت طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام. وانت طيب. الله يسلمك. طب يا حاج هطلع اشوف باكي مالها. طيب. بابا يعني ايه في ايه؟ انا بس عندي مشكله صغيره يعني كده حضرتك، فينفع يعني حضرتك لو يعني هتقعد تتقتق؟ تعالى معايا على المكتب. 100000 دين عليك ده ولا ايه؟ دين ايه يا بابا؟ دي فلوس بضاعه كنت جايبها المحل قبل العيد. بتشتري بضاعه ب 100000 وتكتب على نفسك شيكات وانت حسابك صفر؟ اصلها لقطه يا بابا. لقطه؟ خلاص يا بابا مش عايز حاجه من حضرتك. اخرس يلا. مش عايز حاجة ايه وانت اكلك وشربك ولبسك وكله من جيبي؟ بابا انت ليه بتعمل معايا كده حضرتك؟ اسمع يا ماجد، تقفل المخروب اللي انا فتحته لك بفلوسي ده ومش شايفين منه لا ابيض ولا اسود، وتيجي تقف معايا في الشغل وانا هديك اللي انت عايزه. موافق بابا. حضرتك بس يعني اديني 100000 جنيه ولا ان شاء الله من بعد العيد. بعد العيد ما يتفتلش كحك، زي ما قلت لك كده تيجي تقف معايا في الشغل ولما تعجبني هديك اللي انت عايزه. ما بتفتحش ليه دي؟ يا سبتي باكي باكي يا حبيبتي باكي باكي، ردي عليا يا ام حسن يا ماجد. تيجي بصي بقى يا سامي يا حق. ما تسيبيش الولاد لوحدهم. باكي
حبيبتي. باكي مالك في ايه؟ اسمع، ما اعرفش لقيت مغمى عليها، كانت مرميه على الارض، نقلتها على السرير انا وام حسن. مغمى عليها؟ انزلي يا ام حسن هاتي لي شويه نشادر وشوفوا لي دكتور. من عينيا يا قلب. باكي حبيبتي. باكي. باكي. فوق يا باكي. يا جماعه حد يتصل بالدكتور، اتصرفوا اعملوا اي حاجه. اتصل بالدكتور. مش عايز دكتور. انا كويسه. ازاي يا بنتي؟ عايزين نطمن عليكي. كويسه ايه؟ لا انا كويسه وهبقى كويسه. ازاي بس يا حبيبتي؟ ده انت كان جسمك متلك كله مغمى عليكي. لا 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 انا كويسه يا طنط. خلاص يا ماما خلاص، هي هتبقى كويسه. خلاص خليكي جنبها لما تفوق تبقى كويسه كده. تعالى سب. حاضر يا ماما. سلامتك يا حبيبتي. حقيقي الكلام اللي مكتوب في الجرايد ده يا بابا؟ كلام ايه؟ انك بتشتغل في المخدرات. قايلين ابراهيم الطيب؟ يعني قالوا راجل طيب ومليونير وعنده مجموعه شركات. وانت صدقته؟ ايوه بس ده كذا جورنان قال الكلام ده، هيبقى اختراع يعني. تعالى سب. اسمع يا ثابت، انت ابنك الكبير يعني سر ابوك. انا اكبر جلاب للمخدرات في البلد دي. ايه؟ كل مجموعه الشركات دي غطى على تجاره المخدرات، يعني العز اللي احنا فيه ده وكل اللي حواليك وتربيتك كلها من المخدرات يا معلم ثابت. معلم؟ انت الكبير يعني المعلم من بعدي. يا بابا ازاي بس بتتاجر في المخدرات وانت حتى ما بتشربش سجاير؟ هو تاجر المخدرات الشاطر كده مش بيتعاطى. امال انت طلعت وسخ وديلك نجس من ايه؟ ما هو من اكل الحرام. انا؟ ايوه انت. ولا فاكرني مش داري باللي بتهببه في مكان اكل عيشك؟ لكن حاول ايه في زناخه مخك وعمى عينك. عمى عيني؟ هو مش ممكن يبقى عندك نظر ولا عقل ابدا اذا كنت مش قادر تفرق ابوك راجل محترم ولا تاجر مخدرات زي ما واحد صحفي بيقول. ما بابا برضو الواحد بيتلخبط. ولا كنت تتلخبط ولا حاجة. انت تسأل نفسك ببساطة كده، يا ترى ليه بابا مش راضي يقول لي انا واخويا ماجد؟ ما انتوا بسم الله ما شاء الله مش بتفرق معاكم، لا تعرفوا ربنا ولا بتخافوه، وبالذات واحد زيك يساعد في الحاجات الوسخة دي قوي. انا يا بابا؟ ومش بعيد كمان لو مديت ايدي في جيبك اطلع حتة حشيش وبلاوي تانية. قوم يا فندم من هنا. قوم قوم قوم، فورت دمي. القهوة يا أستاذ سابي. سيبيه ما بيشربهاش. قهوتك يا حبيبي. عاملة إيه بنت الدرمالي؟ حاسة بدوخة شوية، هعمل لها ليمونات. دوخة؟ يا ما أنت كريم يا رب. إن شاء الله يا سي ماجد أنت وبنت الأكابر بتاعتك. تفرح بعوضها يا حاج يا رب. بقى كده تضحك عليا وتقول لي تعالي نقعد في المكتب، ألاقيك عايز حاجة تانية؟ بس بذمتك مش عجبتك. يخرب بيتك، انت بتعمل كده مع الزباين؟ لا الحلوين بس. طب قولي هتديني العربيه بكام؟ لا لا لو في حاجه برضو تيجي كده، احنا الاول كده نتقابل 3 4 مرات وبعدين نبقى نتفق على السعر. طب افرض ما شفتيش؟ يبقى انت الخسرانه. طب ما تجيبه بعدها اشوفك زي ما يعجبك. لا مش هينفع. ليه؟ ما احنا فيها. لا اصلا انا مشغول شويه كده وفي ناس منتظريني يعني. ويلا بقى عشان اقفل المعرض. هو انت بقى اللي بتفتح وبتقفل؟ لا في العطلات الرسميه بس. ايه الجنود دي؟ ده انت بقالك اسبوع بحاله بتقول ان فلوس سانت هدى معاك، لما هي معاك بقى ما اديتهاش ليه لماما؟ هما فعلا معايا ومعايا من كذا يوم كمان، بس انا قلت استفيد بيهم الاول على الترابيزه. تخيلي خليت ال 100,000 جنيه في كام يوم؟ قد ايه؟ قد ايه؟ 150,000 جنيه وشويه فكه في قعدتين بكر. بجد؟ برافو عليك يا روحي. واللي لا دي بعون الله هخليهم 200,000، العيال كلهم جايبين فلوس كتير ولا ايه جايين يعوضوا؟ عندك حق، وما دام البليه بتلعب ما نوقفهاش. ولو حسام بقى عارف ان انا جيت هنا مش هيزعل؟ ما يزعل، انا حر اعمل اللي على كيفي. بصي انا راجل محبش اتعدى على حق راجل تاني مهما حصل. وانت راجل جدع يا ثابت، بس انا بقى حسام ما اشترانيش. وبعدين ما انت لسه جايب لي عربيه حلوه قوي، ده يساوي انك تتحكم فيا؟
يعني ايه؟ يعني مش معقولة انك تكون فاكر انك بحتة عربية هتشتريني. لا ده انا غالية غالية قوي. بس انا مش ممكن افكر كده. جايز بس عشان خاطر انت من بيت اصول، انما هو بقى من بتوع اليومين دول، فلوس صحيح بس مع تيوس. بس انا افضل ان ما يبقاش في بيني وبينك حاجة الا لما تتفقي معنك وخلاص في نيتو. بص بقى، انت صحيح عجبتني، عجبتني من ساعة ما شفتك، بس مين قالك بقى ان انا هوافق يكون في بيني وبينك حاجة من اللي بالك فيها؟ وما عجبتك ازاي يعني، اخوات ولا اصدقاء؟ سميها زي ما تسميها، انا من ناحيتك لسه مش مقررة. عايزك تبقى قريب؟ اه بس قريب قد ايه؟ انا بس اللي اقول. الله، هو في ايه بالظبط؟ هو انا مش باشا ولا ايه؟ ده انت باشا وابن باشا، بس انا في حاجات تمنعني دلوقت ان انا اقرب منك اكتر من كده يا ثابت. بس لو عايز تقضيها محبة واخوة يبقى اتفقنا. ايه ده؟ اوعي في الاخر تطلعي مرات ابويا. طب اشرب اشرب، هو انت مش جاي تنبسط؟ لا عيب، معقول اشرب وانبسط مع مرات ابويا؟ اهلا يا ست ليلى. اهلا بيك يا حاج. طيب استاذن انا بقى يا حاج. وانت الزبائن اللي بيقولك بتطلعهم فوق؟ يعني انا مش جاي افتش عليك، انا كنت جاي عشان اخد رايك في موضوع انت واخوك يهمنا كلنا. تحت امرك يا بابا. الا حضرتك تعرف لنا رقصه منين؟ اشمعنى انت بتسهر في كبريهات؟ انت شايف ايه؟ مش عارف. مش عارف؟ انت فاكر ان ديلي نجس زيك؟ امال حضرتك عرفتها ازاي؟ دي بتقول انها تعرفك كويس. طب ما انا كل اللي يعرفوني بيعرفوني كويس. يعني ليلى من الناس اللي تعرف حضرتك؟ يا ابني انا مش فاهم، انا جاي لك بقول لك انا عاوزك في حاجه مهمه لينا كلنا. طب انت تسالني عن رقاصه وسين وجيم وانت مش فالح غير في الهلس ولا ايه يا شيخ؟ جتك القرف، انا اظهر ما خليتش رجاله. هو مين اللي يزعل، انا ولا هو؟ 3000 سولد. أنا برا. أنا جيت. فول أس. بعد إذنكم. تحب تستلف فلوس تاني؟ لا، شكرا. هو استلفت منك كم؟ 20000. لا، كفاية كده. خسر كتير قوي الليله دي، ما كانش المفروض يكمل ما دام بدا الليله خسران كده. كان لازم يلعب والا ما كانش هيعرف ينام. باكي باكي، انت هنا من بدري؟ من اول شوط من الاستاف.
حاجه الافرونز. ما انا عارفها، حتى بالاماره اسمها هروين. يعني فلوس البوتيك كلها رايحه على المزاج، كل ما اسالك تقولي بنخسر. الحقيقه اللي احنا بندفع دم قلبنا للديلر اللي بيجيب حضرتك المزاج. طب يا ست هاني، انا كل الفلوس اللي معايا بخي خلاص راحت تحت على الترابيزه، تقدري تقولي لي بقى هجيب لك منين عشان خاطر تشمي؟ ترد عليا. باكي 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 يا دكتور. فضحتنا وخليك تردنا على طول الثانية يا ماجد. ليه؟ هو انا اللي فضلت اشم لحد ما وقعت؟ على فكرة بقى انا عمري ما شميت لحد ما وقعت. انت اللي غبي وجاهل، مش عارف تفرق ما بين حد واصل لحالة كويسة وحد اغمى عليه. عملتني شيل اصحابك، فرجتهم عليا. يا بنتي كنت خايف عليكي. يا ريتني كنت مت وخلصت. خلصت من ايه؟ انت بتدوري على اي سبب توري بيه الشم اللي بتشميه؟ انت السبب. باكي، انت بتشمي من قبل ما اتجوزك. وكنت بطلت لحد ما اهملتني وما بقتش حاسه معاك بالامان. فهمتني ان انت بتحبني، حسيت ان انا هتجوز راجل، راجل هيحتويني واحس معاه بالامان. من يوم ما اتجوزنا انا اكتشفت المصيبه. مصيبه ايه؟ انت بتحب القمار، وعشان بتحب القمار عايز فلوس، عايز فلوس كتير قوي، بتحب الفلوس. لكن باكي مش اكتر من بنت شيك ومن عيله حلوه قوي ان هي تقف ورا البيت عشان تكمل شكله الجميل، عشان يطلع بيه جميل وشكله محظوظ. ما تزعلش قوي كده، احنا الاتنين زي بعض، ما نفرقش حاجه عن بعض. زفت. الوزير عرف بموضوع مشاركتك مع الشيخ سالم، والسوق كله بيتكلم على زيارة الشيخ سالم لك، وانك كمان هتدخل الشركة العربية. ليه؟ وفي منع؟ تقريبا الوزير هو اللي عنده المنع. ليه بقى؟ الوزير مش هيدي الشركة الجديدة اللي انت بتحاول تأسسها مع الشيخ سالم ترخيص الا لما يضمن ان في شركات تانية اشتغلت وبدأت تنتج ونزلت السوق. يا سلام، للدرجه دي؟ هو تقريبا معالي الوزير ليه مصالح مع كذا شركه. الوزير ليه مصالح؟ الوزير مش عاوزك تنزل السوق خالص، انا سمعت وهو بيقول الكلام ده بودني. اهلا، شرفتنا معالي الوزير. اهلا معالي الوزير. والله انا حبيت احضر معاكم اجتماعكم لو ما كانش فيه مانع. بالعكس، حضرتك هتشرفنا. اتفضلوا. اتفضلوا. شرفتنا معاليك. ودي طبعا سياسات ما بيفهمهاش البعض، وده لانها محتاجه مستوى فهم معين لفهمها. كلنا بنقي سيادتك. واضح ان ابراهيم بيه مش متفق معانا. ليه سيادتك بتقول كده؟ والله ده اللي باين. لا ازاي بقى؟ سيادتك قلت كلام ما يختلفش عليه اتنين، بس المهم في التنفيذ. يعني انت بتتهمني اني بتكلم بس؟ لا يا فندم، انا ما قلتش كده، بس سيادتك يعني بقالك في الوزاره 3 شهور بس، يعني ما ينفعش يكون عملت حاجه الا انك تكون راجعت سياسات، بتحط افكار عشان سياسات جديده. ساعه التنفيذ بقى هنتفق ونختلف ونشوف فين الصح وفين الغلط. شوف يا ابراهيم بيه، احنا بنشتغل بتوجهات واستراتيجيات، وبنشتغل بسياسات حتى لو كانت السياسات دي مش هتتفهم لبعض الناس. يا سيادة الوزير، انا بشتغل عندي عمال وموظفين كتير قوي وكلهم بيتقاضوا مرتباتهم، مفيش مرتب بيتاخر.
والمنتج بتاعي في متناول الزبون وبينال استحسانه، وحضرتك ممكن تتأكد من الحكاية دي. هي دي السياسة الوحيدة اللي أنا أفهمها. ما هو أنت ما كنتش هتعرف توصل للي بتقول عليه ده من غير سيستم يساعدك. بيساعدني ولا عايز يوقفني؟ على العموم أنا بشتغل في البلد دي وحفضل أشتغل فيها لحد ما أموت. عن إذنكم يا بهوات. ما نجيلكش في حاجة وحشة يا حاج. ربنا يصبرك وربنا يصبر رحمة. أنا شايل همها أوي يا إبراهيم. شدي حيلك يا بنتي. شد على الله. ما بلاش يا رحمة. بلاش إيه رفض؟ ده جوزي لازم أشوفه عديني. بلاش يا رحمة عشان خاطري. يا ابني سيبها تدخله. ده جوزها، ما تخافش، أختك شديدة. ده كمان؟ دي بتاع المدام اللي جت امبارح؟ هنوضهم لها الصبح. ودي الحاجة دي جوه واعملي لي قهوة أنا وماجد بيها. تحت أمرك يا فندم. اتفضلي. ايه ده؟ فلوس، شوية فلوس عشان تحسي بالأمان. الله عليك يا حبيبي، وجبتهم بقى منين؟ ما تقوليش ان انت كسبتهم في الورق. تسألي ليه؟ هما مش قدامك يبقى متسأليش. عندك حق، مش هسأل. مادام اللي فاضل ما بيننا شوية التزامات، مش هسأل خالص. رجعي الفلوس اللي عليا يا باكي، ما تبقيش تعمليها مشكلة بعد كده. هديكي شفت أنا جبت الفلوس كم مرة، ولو عايز أجيب قدهم ألف مرة برضه هعمل، عشان اللي بعوزه بعمله يا باكي. أنا مش فاهمة أنت متعصب قوي كده ليه؟ ما أنت طول عمرك هادي. صبر يا حبيبتي، صبر. ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا الصبر. شد حيلك يا حبيبتي. صعبان عليا قوي يا حاج، كان تعبان وبيتقلب وعمره ما اشتكى، كان بيشيل هم الدنيا كلها فوق دماغه وعمره حتى ما شال همه. عارفه يا حاج، عمره ما زعلني ولا ضايقني، كان بيعمل مستحيل عشان ابقى سعيده. قبل ما يموت قلت له يا جمال تعالى نعمل مشروع نحط فلوسنا فيه بدل ما نسيبها في البنك. قال لي لا يا رحمة، أنا تعبت وعايز استريح. واستريح. الله يرحمه، مات خفيف، يوم نزاع ويوم وداع، يوم نقابل فيه رب كريم. ربنا يحسن ختامنا جميعا، الجنة ونعيمها يا رب، ربنا يرحمه. غلبان، ضيع حياته في الشقة والتعب والغربة 7 سنين، ولما قرر انه يرجع بلده عشان يستريح ملحقش. اللي عند ربنا ما بيضيعش يا حبيبتي، وده شاب واللي فاته كتير، وربنا سبحانه وتعالى اسمه العدل، ربنا هو العادل. الصبر يا حبيبتي، الصبر. الله يرحمه. مش مهم الفلوس اللي اتدفعت يا ابراهيم، انا اتفقت معاهم لو المعرض اتقفل في خلال اسبوع هيلموا ملفاتهم، لو اتاخر يوم واحد ملناش عندهم شفاعه. ايوه بس مش هم حقهم فلوس وانت اديتها لهم؟ بيقولوا ان المعرض وسخ سمعتهم. الناس مهمهاش معرض غير معرض، المهم سمعة التوكيل، وسمعة العربية من سمعة التوكيل. بس أنا متهيألي الموضوع غير كده. يعني إيه؟ يعني باين كده إن ابنك عك مع مرات حد فيهم، داس على شرفهم، وهم كانوا متفقين عليه. متفقين عليه إزاي؟ كانوا هيوقعوه بالقانون، وهيودوه بداهية بالقانون، وهيوقعوه كمان مع ناس كبيرة قوي. يعني ما كانش في اي حل غير ده؟ لو كان في اي حل يا ابراهيم كنت عملته عشان خاطرك. وعلى العموم الاصالات معايا هياخدها، ولو عندك حل اعمله. ده كلام يا حاج؟ هو انا ليا كلام بعد قولك برضو؟ وللاسف
انا عارف ان ابني ديله نجس، لكن اقول ايه، حسبي الله ونعم الوكيل. ما تحاسبنش على ابنك ابراهيم، دول ولادنا، ما كناش احنا نقف جنب ولادنا، مين اللي هيقف جنبهم؟ المهم قول لي ناوي تعمل ايه. خلاص ما بقاش فيها عمايل، المعرض يتقفل بكره، وان شاء الله الفلوس تكون عندك بكره. مش عارف اشكرك ازاي يا حاج ولا اقول لك ايه. ما تقولش كده ابراهيم، ده انت جميلك سابق، وبعدين يا اخي ولادك هم ولادي. يا ابراهيم انت هتهز ولا ايه؟ ده انت جبل وبتقف قصاد الجن. العيال خيبوني يا حاج فتحي. استهدى بالله كده وقوم صلي لك ركعتين، وكل عقدة وليها عند الكريم حلال. بقى في حياتك يا بنتي شد حيلك، فرق صعبة أوي يا حاج. أنا عارف يا بنتي، ادعيله. بدعيله يا حاج. معلش يا رحمة اعذريني، الحاجة عمالة تقولي انها عايزة تقعد معاكي هنا يومين، بس انت عارفة انا ما اقدرش استغنى عنها، فانا بقول انت تخرجي نفسك من كل ده وتيجي تقعدي انت معانا يومين في البيت. قول لها والنبي يا حاج عبدالله. هقول لها يا حاج. حاضر. كتر خيرك يا حاج، ربنا يصبرك يا حبيبتي. مستني. شكرا. خليك انت عبدالله. سلام عليكم. شكرا يا حاج. الله. سلام عليكم. سلام عليكم. حصلني على البيت. حاضر. اسمع يا ثابت، انا مش عايز اقعد هاتي على اخر الليل عشان اعصابي ما تتعبش بسبب بلاويك، لاني متاكد انك مش هتستريح الا لما تشوفني اطب ساكت قدامك. من بكره تروح المعرض ان كان لك حاجه تاخدها، وهم هيبعتوا ياخدوا العربيات بتاعتهم عشان انا هقفل المعرض ده خالص بلا قله قيمه. يعني انت يا بابا ما تنصرنيش ابدا؟ لازم تقف مع الغريب على ابنك؟ مع الغريب؟ الغريب ده كان هيفرمك بسبب المسخره وقله الادب. ولا انت عاوزني اسيب اللي ورايا واللي قدامي واشتغل لك حارس يا صايع؟ انا مش صايع. انت اوسخ من الصايع. ولم نفسك بقى يا ثابت بدل ما سودها على دماغك اكتر ما هي سودة. هلمها يا بابا، هلمها خالص، هخلص عشان ابويا يستريح. وتعمل اللي قلت لك عليه من غير ولا كلمة يا بابا. ما ولا كلمة. السلام عليكم يا فردوس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حاج. ها مديحة جت؟ ايوه جت. اسكت يا حاج، مش فضلت ورا مديحة لحد ما وقعتها في الكلام وعرفت هي مايلة لمين. مين بقى؟ ابن ناس يعني نعرفهم ولا ما نعرفهمش؟ من جهة ابن ناس فهو ابن ناس ونعرفهم كمان. مين؟ سمير اخو بكينام. ابن الدرمالي؟ ايوه. ايه ده؟ رايح فين يا حاج؟ استهدى بالله، في اي حاجة؟ رايح اشوف المصيبة اللي حطت على دماغي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، استرها يا رب. عايز أفهم ليه؟ طب ما هو ماجد متجوز أخته، وحضرتك طول عمرك تقول إن أنت مدلعني وبتعمل لي كل حاجة. أول مرة أطلب حاجة لنفسي ترفضها؟ طب اسمعي يا بنتي بقى، عشان ده آخر كلام هقوله لك. سمير ابن سامي الدرمالي ده أنا معرفوش كويس، لكن أعرف أهله. سامي ومراته دول ناس ما يعلم بيهم إلا ربنا، مالهمش إلا في المسخرة والكلام الفارغ، وما يعرفوش الأصول اللي احنا نعرفها. انت مش عارفة انت غالي عليا قد إيه؟ أنا ما أقدرش أرميكي بإيدي في جوازة زي دي. ومين قالك إن سمير مش هيعجبك يا بابا؟ أعرفه وقعد معاه. ما احنا جربنا قبل كده وخدنا بنتهم، مبهدلة أخوكي، مش عارفة تعمر بيت أي ست كانت تعمره. ومين قالك إن هو زي أخته؟ يعني لا زي أبوه ولا زي أمه ولا زي أخته. ايه زرع شيطاني؟ انا شايفه ان هو كويس. انا ما عنديش استعداد احط ايدي في ايد حد منهم تاني. يا بابا ارجوك، ممكن تديله فرصه؟ ملوش فرصه عندي. ده
ده انا بقى اتصيت في مخي. بس انا بحبه يا بابا، بحبه ومش هحب حد غيره. اسمعي بقى، انا لغايه دلوقتي ماشي معاكي بالراحه، لكن هتلوي دراعي هكسر رقبتك، مفهوم؟ وبعدين معاكي بقى. بس يا حبيبتي، بس يا حبيبتي، بس يا قلبي، معلش يا حبيبتي، ما تزعليش نفسك قوي كده. بابا بيحبك وبيخاف عليكي وخايف على مصلحتك، صدقيني احساس الاب ببنته. بس يا حبيبتي مفيش حاجه تسهل انك انت تعملي كل ده. بس يا قلبي بس، يلا يلا نغير هدومي كده وفرفشي. بعدين معاكي بقى. اقفلوا تليفوناتكم. نقفل تليفوناتنا ليه؟ اقفل تليفونك. حاضر. هو في سبب حضرتك انت جايبنا عشانه يعني؟ يعني يا بابا لو كنت عايز تقعد معانا ما كنا قعدنا هناك في الفيلا. عايزين تعرفوا انا جايبكم هنا ليه؟ اه يا حاج، جايبنا هنا ليه؟ عشان جت ساعه الحساب يا ولاد الطيب. أنا اتربيت في البيت ده من وأنا صغير مع أبويا وأمي. اتربيت أحافظ على ديني وأحافظ على العادات والتقاليد والأخلاق بتاعت حي السيدة زينب. مش فاكر إن أنا مرة كذبت على أبويا عشان عايز حاجة. لما كنت بعوز حاجة كنت بطلبها. مفيش، خلاص. لكن عمري ما سرقت. لما كبرت وخلصت تعليمي اشتغلت في السرجة مع ابويا اللي انا كنت شغال فيها برضو من وانا صغير، ولما مات ورثتها عنه، واتجوزت امكم، فضلت قاعد برضو في نفس البيت. ربنا كرمني بيها، رزقني من واسع، شقيت وهي شقت معايا طبعا، شقت في تربيتكم، تصحى كل يوم من النجمة عشان تلبسكم، توديكم مدارسكم، وترجع البيت تشتغل، حضر لكم أكل، تستناكم لما ترجعوا عشان تحميكم، لأنها عارفة إن أنا أحب أشوفكم في أحسن صورة. عملنا لكم كل حاجة حلوة، فيلا كبيرة، لبس كويس، أكل كويس، فاكرين طبعاً. فاكرين إيه بس يا بابا؟ أنت جايبنا هنا ومسايبنا أشغالنا عشان نقعد نعمل سهرة مع الذكريات؟ أخلص! قفلاتي يا نجس! ما تصلي على النبي كده يا حاج، هي حصلت للضرب ولا إيه؟ الضرب هين بالنسبة للي هيحصل لك يا ماجد بيه. هيحصل لي إيه بالظبط؟ مفيش غير شرع ربنا. وإيه هو شرع ربنا؟ أقطع إيدك اللي سرقت! واجلد الكلب ده، قاطع الايد اللي سرقت، واجلد الجسد اللي اتمرغ في الحرام. يمكن اعرف اطهركم يا اولادي، يا اولادي الحاج ابراهيم الطاير. افتح يا حاج ابراهيم. معلش يا عبد الله، مش هفتح دلوقتي. قلت خلاص كبر ونسي، ايام ما كان بيزور رمضتي ويحطها على ورق المدرسه، كبر ونسي لما حط رمضتي على ورقه بيضه وخلى واحد غريب يسرقنا. عيني عينك،
يا بابا حضرتك بتحاسبني على الغلطه غلطتها وانا عيل صغير. ما انا لسه قايل اهو، قلت كبر واتجوز وبقى عنده بيت يعني هيحس بيا، انما لا، اتاري البيت اللي انا بصرف عليه هو وبيته ومراته بيقطع في لحمي ويزور انضتي ويحطها على شيكاتي ولا كانه عدوي، ابني اللي لو قال اه هيلاقيني اقرب ليه من روحه. بابا انا كنت هتسجن، طلبت من حضرتك تسلفني حضرتك الاوتيل، لا وخلتني امد ايدي الاسوه اللي مسواش يا بابا، والناس كلها استغربت، ابن الملياردير يمد ايده ويستلف؟ لا، اسرق يا ابن الملياردير، زور يا ابن الملياردير، بدور على التاني عشان اشكيله هم اخوه الاقي غرقان في الوحل وبيعك ويدور ورا النسوان، ما يعرفش ان ربنا واقف له بالمرصاد. مستني ايه؟ لما الفضيحه ترد في بيتك، في مراتك، ولا في اختك الغلبانه؟ انت بتقول ايه يا بابا؟ انا احط صباعي في عين اي حد يقول عليا نص كلمه. ما اتكلموا يا اخويا وقالوا وجم لغايه عندنا وحطوا جزامهم على رقبتي وما فتحتش بقي بكلمه. لا خايف من كبير ولا صغير ولا عامل حساب لحد، لحد ما بيعوك اللي انا عملته لك بشقايا. فضحت نفسك وفضحتني وبقيت قاعد قدام الحاج فتحي كرامه بقول يا ارض انشقي وابلعيني. فاضل ايه تاني ما عملتهوش فيا يا اولاد الطيب؟ فاضل ايه تاني وعاوزين تعملوه؟ معلش يا بابا حقك علينا، ده كان طيش مننا. النبي ما تعمل في نفسك كده. بابا احنا غلطانين يا حبيبي، والله هنعمل اللي انت عايزه بس اهدى بس. دي مصايب يا عبد الله، بلاوي وحطت على دماغنا. ده انا عشت عمري لا كدبت ولا استحليت قرش حرام ولا بصيت لواحده غير امهم، تبقى هي دي مكافئتي؟ ان الله غفور رحيم يا حاج. الحق يا حاج، ام حسن اتكلمت وبتقول ان مديحه وقعت من طولها. يا عيني عليك يا حبيبتي، يا عيني عليك يا بنتي وعلى اللي جرالك. احنا السبب، احنا السبب في كل اللي حصل لها ده. ما تعمليش في نفسك كده يا حاج، ان شاء الله هتفوق وهتبقى كويسه صدقيني. يا رب اسمع من بقك ربي، يا رب استرها يا رب. بقولك ايه يا حبيبتي، ما تباتي معانا الليله دي. طبعا يا حاج، مش هروح الا ما اطمن عليها. هيقلي عندها انهيار عصبي، وافضل نشوفها اخصائي اعصاب. اعصاب؟ على العموم انا هتصل بدكتور اعرفه. طب يا ابني اللي تشوفه اعمله. طمن يا حاج، ان شاء الله ازمه وهتعدي. الو، انا دكتور شريف، ازيك؟ انا الدكتور رأفت القماش. شفت يا ماجد اللي عمله بابا فينا؟ شوية ثابت، أختك لسه تعبانة. لا يا ماجد، بابا بيعمل حاجات مش صح. مش كفاية إنه حرمنا من ثروته وقعد لنا على الواحدة؟ واحدة؟ أنا كنت مديون وكان هيخربوا بيتي، ولما طلبت منه يساعدني قال لي مالكش فلوس عندي. طب ما أنا نفس الحكاية، وفي الآخر قفل لي المعرض. الله العظيم، اللي بيحصل ده ظلم. المهم بقى إن بابا اللي عامل فيها نفسه راجل جد ومستقيم، شكله كده في الاخر هيطلع زي السيد. يعني ايه؟ تفتكر احنا طالعين لمين؟ انا غاوي النسوان وانت بتحب اللعب والسهر، يبقى ايه رايك بقى لو قلت لك ان بابا احتمال كبير قوي يطلع ابن ليل وبتاع مزاج بس مستخبي؟ من غير لف ودوران، عاوزك تقولي في ايه بين سميره ومراتك ومديحه؟ سمير ومديحه مالهم يا بابا؟ ايه مراتك ما قالتلكش؟ هي هتقول لي ايه بس؟ تقول لك في ايه بين اخوها واختك. يا بابا انا اول مره اعرف ان في حكايه بين سمير ومديحه، طب ازاي؟
هنعمل ايه في البلوى اللي نزلت علينا دي؟ اختك راكبه دماغها وعاوزاني اقابله، وبسبب الموضوع ده اتخانقنا وجرالها اللي جرى. الدرجه دي متمسكه بيه؟ حصل امتى كل ده؟ اظهر انك خفيه واخر من يعلم. يا بابا انا مفيش حد قال لي حاجه حضرتك عشان خاطر اعرف. طب اديني قلت لك يا اخويا. ها هنعمل ايه؟ والله سمير شغال في شركه كبيره ومن عيله محترمه، هيبقى عريس كويس. يا ابني خليك حقاني. طب انت وقلنا راجل مش هيقدروا يعملوا لك حاجه، لكن اختك غلبانه ما تقدرش عليهم. تقصد ايه يا بابا؟ اقصد كفايه علينا من العيله البرنسيسه اللي خدناها. بابا انا حاسس ان في كلام حضرتك فيه تريقه. يا سلام، بتريق على روحي يعني؟ ليه؟ هي مش باكي دي تبقى مراتك؟ ولو خلفت لك عيل ولا عيله مش انا ابقى جده؟ امال ايه بقى يا بابا؟ يا ابني لازم تفهم ان انا راجل كبير ومش ممكن ابدا اسمح بحاجه تحصل من ورايا، لا في شغلي ولا في عيالي، وخصوصا لو كانت حاجه متعلقه بمستقبل احفادي. وفي الحته دي مراتك وعيلتها مش مظبوطين. تقصد ايه يا بابا؟ حضرتك تعرف ايه عن مراتي مخبيه عليا؟ وكمان غبي اتلهي واقعد. وانا لو اعرف حاجه وحشه عن مراتك كنت هسكت؟ يعني حضرتك عايز ايه يا بابا؟ عايز سمير يبقى ملوش دعوه مديحه؟ انت شايف حاجه غير كده؟ خلاص يا بابا سيبنا الموضوع ده وانا هتصرف. يا ريت يا ريت تقدر تعمل حاجه صح مره واحده في حياتك. طمن يا بابا قلت لك انا هتصرف. انا عاوز اعرف دلوقتي ناويين تقفوا زي الرجاله وتشتغلوا في فلوسكم وممتلكاتكم ولا نفضها سيره؟ يا بابا احنا اولادك وطنعين لك في كل حاجه، انت ليه بس مش مصدق ان احنا زي حضرتك وممكن نفلح في الشغل؟ انتوا ولادي صح، عشان امكم ست طيبه، ولاد حلال لان على حد علمي ما دخلش جوفكم انتوا الاثنين حاجه حرام، لكن برضو طالعين انتوا الاثنين تحبوا الحرام زي عينيكم، وده اللي ماليش فيه ابدا. طب ايه رايك يا بابا نفتح صفحه جديده وننسى بقى المشاكل والهموم؟ هنفتح صفحه جديده وهنسى كل اللي عملتوه، بس المهم انتوا كمان تساعدوني عشان انسى. كلنا هنتغير، بس اهم حاجه والنبي يا بابا ثق فينا بقى وعاملنا اللي احنا كبار. موافق، بس اعملوا حسابكم انتوا الاثنين، عشان اي حد فيكم يمسك مصنع محتاجين تدريب. يا بابا هو احنا جايين من البيت؟ ما احنا عندنا خبره. خبره؟ عندنا خيبه. خلاص قلنا ننسى اللي فات، محدش فيكم يكلمني عن اشغالكم. من هنا ورايح انا اللي هقول لكم تعملوا ايه وازاي. صباح الخير يا هاني. صباح النور. هو الاسانسير اللي واقف فوق كده اكيد رئيس مجلس الاداره نازل. رئيس مجلس الاداره؟ هو مش حضرتك رئيس مجلس الاداره؟ انا لو اعرف ان الاداره عندكم متطوره كده ما كنتش قعدت يوم واحد في البيت. بس بجد وحضرتك بتشتغلي هنا؟ تصور. اتفضلي. ما تعرفيش انا سعيد ازاي ان انت بتشتغلي هنا، بس ازاي انا ما شفتكيش هنا قبل كده؟ اصلي مش قديمه قوي. عشان كده نمرتك. اسم حضرتك ايه؟ هو مين حضرتك اصلا؟ مش مهم، المهم بس تجاوبيني على سؤالي. مش يمكن اكون عايزك ملك؟ تدليني على حاجه هنا معرفهاش يعني او حاجه يعني. ادلك مكتب الدليل تحت، ابقى انزل له. بلاوي على الصبح يا ابني. الواحد لما يكون بيشتغل في ماله ما يفتكرش انها حاجه سهله، بالعكس دي حاجه صعبه جدا، لانه بيبقى مسؤول عن كل اللي بيشتغلوا معاه، مش بس داخل العمل، لا في بيوتهم، حياتهم، عائلاتهم، عيالهم. وقبل ما يفكر في نفسه لازم يكون مكفي الناس دي كلها طلبات، وبعدين بقى يبقى يفكر في نفسه. طب يا بابا هو انا ممكن اشتغل ايه يعني؟ اللي انا شايفه انت راجل خريج كليه التجاره شعبه محاسبه، يعني لازم تشتغل في الماليه، ف
فانا عاوزك تروح تقعد في مكتب المدير المالي عشان تتعلم منه وتعرف الشغل ماشي ازاي، فتقدر تعرف اسراره وتعرف المستخبي. المستخبي؟ ورينا بقى الخبره اللي انت فالق دماغي بيها بقالك سنين دي. صباح الخير يا هانم. انت تاني؟ انت عايز ايه؟ يعني كلمة حلوة، ضحكة حلوة، اي حاجة حلوة والسلام. ده انا مش بس هطلب لك امن المجموعة، ده انا هطلب لك البوليس. طب خلاص 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 خلاص، بلغ البيل المدير المالي اني عايزه. عايزه؟ عايزه. كلامي مش واضح ولا ايه؟ وتطلع مين ان شاء الله؟ ثابت ابراهيم الطيب. نعم؟ ثابت ابراهيم الطيب. ثابت ابراهيم الطيب يا فندم. ايه الزياره الجميله اللي على الصبح دي، نورت الدنيا يا ثابت بيه. اتفضل اتفضل، الحاج لسه قافل معايا حالا دلوقتي. مدام ليلى فنانه الرقص الشرقي. جاية في ميعادها مظبوط. طب خليها تدخل على طول، بس ما تدخليش حد وهي موجودة. تحت أمر حضرتك. اتفضلي يا ليلى. هنا الحاج جوه؟ أنا ثابت بيه. هو جوه، بس يعني أنا آسف مش قادر أدخل حضرتك عشان هو في اجتماع. ليه؟ مين عنده بالظبط؟ والله ما أعرف، هي كل اللي قالته الفنانة ليلى. يعني أنت ما اتكلمتيش معاه في الموضوع ده أبداً؟ أبداً يا حاج. طيب كويس، بخصوص الطلب بتاعك بقى هنأجل الكلام فيه شوية لغاية لما أشوف هعمل إيه. طب وثابت؟ ثابت مش هبطل لف وراكي، ده ابني وانا عارفه. المهم انت هتعملي ايه؟ يبقى بلغ الحاج اني هاجي بعد شويه. تحت امرك يا ثابت بيه. شرفتينا يا ست ليلى. ان شاء الله تسلم يا حاج. ثابت ابني عارفاه طبعا. طبعا. اهلا يا ثابت بيه. اهلا. طب استاذن انا بقى يا حاج. مع السلامه. هات الملف اللي قلت لك عليه وتعالى. حاضر. جيب الكسبان اهو، استعد بقى للريفنج. يلا يا ابني لم الحاجة بسرعة، وانت خلص حط الكوبايات في اي حتة يا عم، خلصت. يلا لم لم. مساء الخير. مساء الخير. ازيك يا بابا؟ ازي حضرتك؟ وانت حضرتك جاي متأخر، يعني في حاجة حضرتك مهمة؟ زيارة يا سيدي، بعدين ما انت عندك ضيوف اهو. بيتك بسم الله ما شاء الله بيت عز وانبساط. طبعا مادام بتسهر بالشكل ده هتيجي الشغل ازاي؟ شكلكوا كده لسه بتبتدوا الليله. اتفضل يا بابا اتفضل. ايه
ايه ده وانتوا بتلعبوا كوتشينا؟ كنا بنتسلى يا انكل. اتسلى يا حبيب انكل. ما شاء الله ما شاء الله. ايه يا روحي شطبتوا بدري ولا ايه؟ سلمي على بابا يا فاكي. بابا؟ بابا مين؟ بابا ابويا. ابويا ايه اهو. كان لازم افهم ليه البيت ده ما فيهوش خير من زمان. طبعا البيه صاحب البيت بيصرف كل فلوسه على المزاج والقمار، مش كده يا ماجد بيه؟ يا ابني يا اللي من صلبي اسمع، من النهارده مش عاوز اشوف وشك. يعني لو قابلتني في سكه تغيرها، ولو لمحتني في مكان ما تدخلوش، يوم ما يقولوا لك ابوك مات ساعتها بس تقدر تيجي تاخد حقك الشرعي في الميراث. الفلوس اللي انا عملتها لك بالحلال عشان تعمل بيها الحرام اللي يعجبك. عشان خاطري اهدى يا حاج شويه. قلت لك هقطعه يا فردوس وما يدخلش البيت ده تاني لقمارتي الغشاش. معلش يا حاج، ده الشباب بيقلدوا الناس الافرنجي. افرنجي ايه يا فردوس؟ الافرنجي دول ما هم بيشتغلوا برضه. بقول لك قمار قمار يعني خراب بيوت. اعوذ بالله. طب معلش يا حاج، ما هو لو كان عنده حته عيل كان خاف عليه من الحرام برضه، او كان طلعه زيه. احنا سبب، دي غلطتنا احنا. احنا سيبناه له السايب في السايب مع بنت خيريه. عشان خاطري يا حاج اهدى شويه، انا هتصرف، مالكش دعوه انت باي حاجه. على جنب هنا، على جنب يا اسطى. ماشي اتفضل. انت كده يا بنتي المكان ده هو اللي انت عايزاه؟ ايوه هو. افضل معاكي؟ ربنا يخليك يا اسطى. براحتك. ايه الحياوه دي بس؟ تعمل ايه هنا بس؟ يا موز ابدا اهو.
لازم يمر 24 ساعه لاختفائها عشان نقدر نعمل محضر. 24 ساعه هو ده القانون. يعني لو اخت حضرتك او بنتك. يا استاذ انا والله مقدر الموضوع، بس احنا بنتكلم عن محضر رسمي وهو ده القانون. ايوه بس دي حاجه غلط جدا. هو فعلا غلط، بس متهيألي ده مش وقت مناقشه الغلط والصح. طب احنا نعمل ايه وبنتنا في الشارع ما نعرفش عنها اي حاجه؟ نحاول نوصل للمعلومات اللي ناقصانا. لازم نعرف البنت كانت رايحه لمين. ما هو مش معقول يعني هندور في القاهره كلها، انت عارف القاهره كلها قد ايه صعب جدا، ويبقى كده بنضيع الوقت على الفاضي. ايوه بس ده روح انسانه في خطر. احنا ضيقنا دايره البحث ودلوقتي ممكن نوصل لها اسرع. من فضلك حضرة الضابط تكثفوا البحث، لازم نوصل لها باقصى سرعه. ان شاء الله ربنا يسهل. مصيبة سودة وحطت فوق دماغك يا إبراهيم يا طيب، يا نهار اسود. علياء! علياء! يا بابا دي بنت صغيرة! لسه خارجة من ثانوي ومالهاش سنة! أنت إيه؟ شيطان! يا بابا إيه ده، أرجوك واسمعني. أعمل معاك إيه يا صبري؟ أعمل معاك إيه يا صبري؟ أعمل لي خدام العمر كله أنا وعيالي! ننهش بعرضه! يا كلب! يا بابا إيه ده بس، واسمعني! سمعك سمعني! أنا مفيش بيني وبين البنت دي أي حاجة. كذاب وستين كذاب كمان. تقدر تقول انت كنت فين امبارح؟ انت جاتلك مكالمه تليفونيه ونزلت على طول على مركز الصيانه اسمه العلياء. مراتك قالت لي على كل حاجه. ايه مركز علياء ده يا بابا؟ فهمني، هي كلمتني وطلبت مني اني اقابلها. ومامرت ايه تطلب منك طلب زي ده؟ هي بقى لها فتره بتتقرب مني وانا مطنشها، وبعدين زي ما حضرتك قلت دي بنت الاستاذ صبري. هو انا مجنون؟ ايوه مجنون يا واد. انا عجنك وخبزك كويس قوي. فاكر لما كنت في الثانوي وكانت المدرسة اللي بتجيلك أكبر منك مرتين كنت بتعكسها؟ طفشت منك، جاتك 60 خيبة عليك وعلى شكلك. يا ماما والله العظيم ما حصل، هي طلبت مني إني أقابلها بس أنا ما رحتلهاش. ودلوقتي البنات هم اللي بقوا بيطلبوا المقابلة؟ خلاص يا حاج، بيقولك ما رحلهاش. ومرة عفاني وصيبة كنت في ديسكوتيك. إيه؟ مكان يعني للشباب بيرقصوا فيه. طبعا. هو أنت بقيت فاضي غير للرقص والمسخرة؟ ومين بقى اللي كانوا معاك في المخروب ده؟ كنت مع ناس ما تعرفهمش. يعني البنت ما كانتش معاك؟ اقسم بالله وحياه ولادي، انا ما شفتها ليلتها من اصله. امال هي طلبت تقابلك فين؟ في حته كده قريبه من كورنيش المعادي. مش معنى الحته دي يعني؟ انا قابلتها هناك مره صدفه، ولما طلبت تقابلني قالت لي قابلني ضروري في نفس المكان اللي اتقابلنا فيه المره اللي فاتت. ولو ظهر ان كلامك مش مظبوط يا ثابت، يبقى اعمل اللي يعجبك. طيب قول لي مين اللي كانوا معاك. الو، ايوه هي النمره صح. ايه؟ طب حاضر، انا هجيب بابا واجي حالا. حاضر شكرا. بابا ايه في ايه؟ بقى عليها في المستشفى. مستشفى؟ بصوا يا رب. ليه؟ بنتي في المستشفى بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ خلاص كفايه بقى، احمدوا ربنا ان البنت معانا وسليمه، ما فيهاش جروح ولا حاجات خطيره. الحمد لله. قلت لك يا اعتماد 100 مره لبس الصيغه في الظروف دي غلط. أكيد حد كان عايز يسرقها عشان شوية الحاجات اللي لابساهم. الدنيا ما عادتش أمان. يا صبري قول الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله على كل حال. سليم خلصت الإجراءات؟ كله تمام يا حاج. طيب يا صبري أنا مضطر أستأذن. ألف شكر يا حاج، تعبناك معانا. ما تقولش كده. اتفضل. خليك 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 وطمنوني. يلا يا سيدي اتفضل يا حاج. يا ترى يا بنتي ايه اللي جرالك يا بنتي يا حبيبتي؟ يا رب عدي عنا على خير. يا رب. ايه يا اعتماد، بنتك موجوده والحمد لله، ومهما كانت حالتها لازم نقول الحمد لله. الحمد لله. استر يا رب، استر، قلبي مش مرتاح، استر يا رب. حضرتك ولد علياء صبري؟ ايوه يا دكتور. طب اتفضل معايا لو سمحت. في ايه يا صبري؟ انا طمنتك بعد كشف الظهري على علياء، والحمد لله ما كانش فيه كسور ولا جروح شديده،
لكن احنا بعد كده عملنا عرض عام عشان نقدر نعمل تأجير طبي شامل عنها، والحمد لله مسألة الجروح والإصابات ربنا ستر فيها قوي. لكن للأسف يا أستاذ صبري، البنت تعرضت لواقعة اغتصاب عنيفة. أنا عارف طبعا إن دي صدمة كبيرة ليك، بس برضو دي صدمة بالنسبة للبنت، علشان كده أنا قلت أتكلم مع حضرتك وأقولك إزاي هنتصرف معاها لما تفوق. أنا عايز أفهم ليه الدكتور خد أبوك لوحده؟ ما أنا كمان أمه، ومن حقي أعرف إيه اللي حصل لبنتي. يا ماما تلاقي أي أوراق رسمية وعايزين بابا فيها. لا يا علي، لا، قلبي قايد فيه النار يا ناس. أنا حاسة إن بنتي في رفيع حد. يا رب يا رب يا رب عدتي على خير. أنا قلبي عمره ما كذب عليا يا ابني. ربنا يستر يا رب، يستر يا رب. هو تأخر أبوك كده ليه عند الدكتور؟ صبري حرام عليك، رد عليا، مش قادرة استحمل. إيه؟ لا 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 يا صبري، لا لا، قوليني فهمت غلط. لا يا صبري، لا. الأنسة نوعها وصلت يا فندم. خليها تتفضل. تفضل. أيوة يا فندم. تفضلي يا علي. أنسة نهى، ما ظنش حضرتك شفتي مننا حاجة وحشة. لا أبدا، اتفضل تحت أمر. ثابت عارفاه طبعا؟ اه طبعا. قال لي إن أنتوا كنتوا مع بعض ليلة الأربعاء اللي فات. تمام، حصل. أنا مش عاوز أعرف أنتوا عملتوا إيه ولا رحتوا فين. كل اللي يهمني أعرف إذا كان كلامه معايا مظبوط ولا كذب، لأن الموضوع كبير وفي نيابة وبوليس. احنا اتقابلنا بس مش عشان نعمل حاجه. ما انا قلت لك مش عاوز اعرف لا رحتوا فين ولا عملتوا ايه. انا كل اللي يهمني اتقابلتوا الساعه كام وسابك الساعه كام. احنا اتقابلنا الساعه 8 وفضلنا مع بعض لحد الساعه 1. طيب شكرا، اتفضلي انت. لو سمحتي في حاجه كمان. طبعا انت عارفه احنا بنشتغل في وسط كله موظفين وعمال، وزي ما انا شايف كده انت ست واعيه ومسؤوله عن روحك. من فضلك راعي مظهرك شويه. سوري يا حاج، بس انا براعي مظهري كويس قوي. طب ما تزعليش قوي كده. انا كان ممكن اسالك ايه اللي خرجك مع ابني، وابني ده راجل متجوز وعنده عيال وكمان صاحب المكان اللي حضرتك بتشتغلي فيه. غصب عني يا حاج، خفت اقول لا الاقي نفسي في الشارع وانا محتاجه لوظيفتي. في الشارع؟ أعوذ بالله. طيب يا ستي تفضلي، مع السلامة. عن إذنك. سامي بيه. الله يخليك يا حاج. تفضل. اهلا وسهلا، شرفتونا. الله يشرفك يا حاج. الله يخليك. شفت مال اولاد يا حاج؟ طلعوا مرتبين كل حاجه واحنا ما نعرفش. ما هو ده جيل ما نقدرش عليه يا سامي بيه. ده جيل كله عفرطه. قول لي بقى يا حاج، تحب نعمل فرح امتى؟
قبل الفرح بس يا سامي بيه، مش لازم نعرف هيسكنوا فين؟ بسيطة يا حاج، احنا عندنا شقة هنستلمها واكيد هتعجبكم في كورنيش المعادي. ودي هتستلموها امتى ان شاء الله؟ يعني 9 شهور بالكتير. يعني 9 شهور وعايزين 3 شهور كمان عشان نشطبها، وتلاتة كمان عشان نفرشها، ويمكن اكتر، يعني بنتكلم في 1.5 سنة. يا حاج الوقت بيمر بسرعة، وبعدين دي اسرع حاجة ممكنة دلوقتي. لا يا سيدي، انا مادام نويت على جواز بنتي افضل يكون في اسرع وقت، ما اقدرش استنى الوقت ده كله. بسيطة يا حاج، احنا نضغط الوقت كله ونخليه كله سنة. اهلا يا روحي. ازاي حضرتك يا عم؟ ازيك يا عروستنا حبيبتي؟ ازيك يا حبيبتي؟ يلا يا عريس اقعد جنب عروستك. مش كده برضه؟ لا يا سامي بيه، برضه كده مدة طويلة. أنا عايز إن شاء الله كتب الكتاب والدخلة يكونوا خلال شهر. شهر؟ طب وده هنعمله إزاي يا حاج؟ على كده بقى إحنا محتاجين الفانوس السحري. ولا فانوس سحري ولا حاجة يا سامي بيه. بكرة إن شاء الله الحاجة هتاخد عروستنا والعريس وخيرية هانم تفرجهم على شقة مديحة. بصراحة يا حاج أنا مش فاهم حاجة، هو إيه مديحة عندها شقة تانية؟ أنا مجهز لها شقة من زمان، شقة 380 متر على النيل على طول. طب والحاجات دي يا حاج هنتحاسب عليها إزاي؟ ما بين الخيرين حساب يا سامي بيه، وبعدين دي هديتي المديحة. أيوة يا حاج، بس أنا كنت أفضل إنهم يعيشوا في شقة ابني اللي أنا حاجزها له. صدقني دي هتعجبكم قوي، وبعدين دي متكلفه حوالي 3/4 مليون جنيه غير الفرش، وتقدروا تاخدوا العروسه في اي وقت تختار الفرش اللي هي عايزاه، واحنا مستعدين نفرشه فورا. ما انا قلت لحضرتك لما يتفرجوا على الشقه والفرش اللي فيها ان ما عجبهمش يبقى يغيروا. خلاص بقى يا سامي، ما دام الحاج قال خلاص. ايه بس يا خاريه، مش في حاجه اسمها اصول؟ والاصول بتقول ان الشقه على العريس. الحاج باباهم واحنا مش اغرب عن بعض. ماشي يا ستي، عشان خاطرك انت بس، وطبعا كل اللي يقول عليه الحاج لازم يمشي، انا ما اقدرش انزل له كلمه طبعا. ويوم الخميس هتروحوا للجواهرجي بتاعنا في وسط البلد، هتلاقوا تشكيله هتعجبكم ان شاء الله. دي هديتي بقى في كتب الكتاب. ايه دخل اللي حصل لعلياء بالحاج ابراهيم؟ بابا في لخبطه جامده قوي، يا رب يا رب اللي في دماغي يطلع غلط. يعني اخر حاجه افتكرتيها عربيته اللي ركبتيها في الحته الفاضيه دي. طب تقدري تفتكر كانت الساعه كام بالظبط؟ حوالي 7:30. وركبت ايه وانت رايحه له مكان ما قابلتيه؟ ركبت تاكسي. تقدري تفتكري اوصافه؟ لا مش فاكره. طب تفتكر انه نطلع منديل مثلا من جيبه فيه ماده مخدره حطها على مناخيرك، ولا عمل ايه يعني عشان تفقد الوعي؟ شربك حاجه مثلا كانت معاه؟ انا مش فاكره حاجه خالص. طب ركزي معايا شويه، هسالك سؤال مهم قوي. تعبت نفسك ليه بس يا حاج؟ تعبت نفسي ايه يا صبري، دي بنتي. ربنا يخليك لينا يا حاج وما يحرمناش منك. ما تدخل علاء يا ابني، شوفه متأخروا ليه، عايز ادخل اطمن عليه. حاضر يا بابا. خير يا حضرة الضابط، وصلتوا لحاجة؟ هايو حاج. يعني عرفتوا مين اللي عمل الحكاية دي؟ عرفنا حاج. طب الحمد لله، كويس قوي. مش كويس قوي حاج. في ايه يا حضرة الضابط؟ علياء بتتهم ثابت ابنك باغتصابها. من بدري وفي انتظار حضرتك. اقعد. هتكلم معاك دلوقتي بس عشان الظروف اللي احنا بنمر بيها. ايه اللي حصل يا بابا؟ احنا في ازمه كبيره، اكتر من اي ازمه عدت علينا قبل كده. ما بقتش الحكايه زعلي من تصرفاتك انت واخوك،
ما في نيابة وسجن واحتمال إعدام لأخوك. نهار أسود، إعدام؟ إعدام وفضيعة هتفضل لازقة فينا طول حياتنا. علياء قالت إنها آخر حاجة فاكراها إنها ركبت العربية مع أخوك ثابت، وبعد كده لقيت نفسها في المستشفى. بس ثابت قال إنه ما راحش، لو كان عمل حاجة مع البنت دي كان زمانه قال لي. وأنا كمان قعدت مع الست اللي قال إنه كان معاها ليلتها، وتأكدت إنه كان معاها في نفس الوقت اللي علياء قالت إنها ركبت معاه العربية. مش معقول يا بابا. أنا مش عارف هي قالت عليه ليه كده، هي مش فاهمة إنها كده بتقضي على مستقبله وحياته. أكيد عايزة توديه في داهية. دي آخرة المشي البطال، أخوك طول عمره يسيب الحلال ويجري ورا الحرام. معرفش إن ربنا ما بيسيبش حد. أعمل زي اللي قتل 100 مرة في الآخر أقف أشوف حاجة ما عملهاش. المهم دلوقتي تجري تشوفه فين وخليه يسلم نفسه، مش عايزه يبقى هربان منهم، جايز ده يساعده في القضية. يا عبد الحميد. تحت أمرك يا فندم. انده للمتر عطلة. قولي في ايه؟ في ايه؟ عايزين ثابت ابراهيم الطيب. هو مش موجود، فهمني في ايه؟ يا نهار اسود. في ايه يا سلوى؟ البوليس هنا بيعمل ايه؟ اتفضل معانا واحنا نقول لك احنا هنا ليه؟ اتفضل معاك على فين؟ على ايه؟ اتفضل معايا على فين؟ ثابت انت عملت ايه؟ والله ما عملت حاجه. يا نهار اسود. اتصل بابا خليه يبعت لي المحامي. ما تقلقش انت ثابت، هكلمه لك على طول. يا رب اصبر يا رب. بابا صدقني يا بابا، صدقيني يا سلوى، والله انا بريء، انا ما عملتش غير اللي بتقولك يا بابا. صدقوني يا جماعه والله انا بريء. يلا مرتهن ماجد، بص لماما وخليها تجي. يلا مرتهن كل النيابة الحبس 4 أيام باستمرار، ورفض يفرج عنه الكفالة لأن ما سلمش نفسه واتقبض عليه. موقفه إيه يعني؟ موقفه القانوني صعب، صعب قوي يا حاج. يلا بنتي روحي هاتي العيال وتعالي لي على البيت. يلا. السلام عليكم. الله يبارك فيك، اتفضل يا حاج. ازيك يا علاء؟ الحمد لله تمام. أبوك هنا؟ آه موجود. بابا. بابا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا صبري؟ ازيك يا حاج؟ اتفضل. ايه يا صبري؟ ما بتجيش شغلك ليه؟ مش عارف اقول لك ايه يا حاج. حفرة اتحفرت بينا. وانا ذنبي ايه؟ انا عارف يا حاج ان مالكش ذنب، بس ازاي حاج الشغل وبنتي وابنك موديين بعض في داهية؟ يعني هنخسر بعض علشانهم؟ انا عارف يا حاج انك عمرك ما كنت هتلومني ولا تقولي كلمة تجرحني، بس البنت بتقول كلام لو طلع صحيح هيبقى جوايا غيظ وكر. ليه انا يا صبري؟ لا سمح الله يا حاج، وانت ذنبك ايه في اللي حصل منه؟ عموما انا جاي طبعا عشان اطمن على علياء، وعاوز اقعد معاها شويه اتكلم كلمتين. حاضر يا حاج، هقولها واجي لحضرتك على طول. أنا مش جاي عشان أضايقك علياء، ومش هطاول عليك. أنا جيت بس عشان أسألك بنفسي، بيني وبينك ومفيش حد سمعنا إلا ربنا، هو ثابت عمل لك إيه يا بنتي؟ علياء
أنا زي أبوك يا علياء، وأنت عندي زي مديحة بالظبط. أنا عارف طبعاً إن ثابت خباص، وعارف إنه قاعد يلف عليك بكلام عشان تصدقيه، كلام الحب والغرام، وتلاقيك صدقتيه. قاعد يلف حواليك زي التعبان لحد ما سلمتي له نفسك، وطبعا لأنه متجوز شوية بس كده، وتلاقيه هرب منك زي الكلب. هو السبب في اللي حصل لي؟ سابني لكلاب السجن تنهش في العامية. لما كلمته بعدها تهرب مني وطنشني. كلب، مش بقولك؟ على العموم يا علياء، انا هجيبلك حقك منه، ولو ترضي عنه يا حبيبتي اجوزهولك. انت مرضيش يقابلني يومها، ازاي حيرضى يتجوزني دلوقتي؟ عشان كده انا حبيت اسالك بنفسي. انا عارف ان هو واطي ووسخ، لكن مش ممكن يكون بالوساخه دي. على العموم يا علياء يا حبيبتي، لسه فاضل فرصه نصلح الغلط اللي حصل قبل ما الفرص تخلص. فرصه يا بنتي نفضل اهل زي ما احنا. اذا كان فاضل عندك ليا شويه حب انا وطنتك فردوس، لازم تعرفي يا علياء انك انت مش بتاذي ثابت لوحده. لا يا حبيبتي، انت بتاذيه هو وعيلته، وعيلتك انت كمان. فكري كويس يا حبيبتي. ارجع شغلك يا صبري، انا مش هخلي بنتك وابني يخسرونا اكتر من الخسارة اللي خسرناها. انت بتجيب الشدة دي كلها منين يا حاج؟ من عند ربك. انا كل اللي كان فارق معايا الحقيقة، والحقيقة خلاص عرفتها لما قعدت مع عليا. ثابت بريء، ومدام بريء يبقى امر حياته وموته عند ربه. وانت يا اعتماد خليكي جنب بنتك وخديها في حضنك عشان تساعديها تعدي من الأزمة اللي هي فيها دي. ارجع شغلك يا صبري. وانت ايه اللي خلاك تشك ان اللي عمل الجريمة مش ثابت؟ يا بيه، انا بعد ما نزلت البنت في الشارع ركنت على الناصية عشان اصلح العجلة، عدت عليا العربية اللي انا قلت لحضرتك عليها قبل كده، لقيت البنت وراكبة جنبها اتنين شبان وفي اتنين زيهم راكبين قدام، يبقى يعني ان العربية فيها اربع شباب. طب وايه الغريب في كده؟ يا باشا، ما هو اللي خطفوها اربعة، انتوا قبضتوا على واحد بس ليه؟ علشان كده قررت تيجي تبلغ؟ هو ده بالذات لما عرفت هو مين وابن مين استغربت قوي، فقلت اذا كان ابن الناس الجامدين دول قوي اتقبض عليه، امال العيال اللي ما اتقبضش عليهم دول ولاد مين؟ ده حاجة تحير. امال ليه رحت الاهل ثابت الطيب؟ يا بيه انا ما روحتش، ده اهلها بنفسهم هم اللي ودوني هناك، علشان كده انا قلقت وبقيت قاعد زي المخطوف، ده حتى المية أنا ما شربتهاش، خايف ليكون عاملين لي فيها حاجة كده ولا كده، وبقيت قاعد مرعوب، وخفت خوف ما خفتوش قبل كده خالص، وقلت لهم مش هتكلم إلا ما أروح النيابة. المهم أنت دلوقتي مطمن؟ آه حضرتك مطمن. طب عايزك تحكي لي اللي حصل بالظبط من ساعة ما البنت ما ركبت معاك لغاية ما جيت لي دلوقتي، وما تخافش من أي حاجة. ممكن حضرتك تأمر لي بكوباية مية قبل الريقة بيه؟ يا حاج ربنا يسهل. انا عارف يا سليم ان هما بيحققوا. ما تقلقش يا حاج، انا حاسس ان ثابت بريء ومتاكد ان النيابه هتنصفه. ربنا يعمل اللي فيه الخير. ادخل. بابا انا صحيح هخرج من هنا؟ ان شاء الله يا ثابت هتخرج ان شاء الله.
والله ما عملت حاجة، والله أنا مظلوم. عرفنا يا ثابت، عرفنا كل حاجة، ولولا الراجل الطيب ده كان زمانك رحت في داهية. أنا مش عارف أقول لك إيه. ربنا أنا ما عملتلكش حاجة، احمد ربنا. الحمد لله. أنا من ساعة ما قابلت أبو علياء ولقيت جاري وكله علشانكم، عرفت إن أنتوا ناس كويسين وتسألوا كل خير. بابا أنا عايز أروح البيت. خلاص هنروح. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. مديحة. الحمد لله. وحشاني قوي. وانت كمان وحشاني. تعالوا هنا. الحمد لله على بابي. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. شفتوا وحشتوهم ازاي؟ وانتوا كمان وحشيني قوي يا بابا. ربنا ما يحرمني منكم. طب يلا. اطلع بقى فاجئ امك يا ما تعرفش ان انت جاي. يا ريت وحشاني قوي. ربنا يخليك لنا يا سامي. انت تعالي يا مديحة عايزة. يلا نطلع لبابي. اقعدي هنا يا حبيبتي. مبروك يا بابا رجوع ثابت. الحمد لله يا بنتي الحمد لله. المهم دلوقتي انا عايزك عشان نقولك نعمل الفرح بتاعك. ربنا يخليك ليا يا بابا. ربنا يتمم لك بخير يا حبيبتي. ما يحرمنيش منك ابدا. يا جماعه لمتكم هنا ملهاش اي لازمه، من فضلكم انتوا كده ما بتساعدوش المريض، لو سمحتوا اتفضلوا في الاستراحه. حاضر يا دكتور. اتفضل. يلا حبيبتي. يلا حبيبتي. يلا يا روحي. انا بمديحه بقى. انا اسف لقولكم الكلام ده بس لازم تعرفوه. احنا بدانا نعالج الحاج من الجلطه وبعد ما عملنا اشعه مقطعيه اكتشفنا ان في ورم في اعلى العمود الفقري اسفل الرقبه، وللاسف ورم حجمه كبير. ورم؟ حبيبي بابا. احنا هنكمل فحوص واشعاعات عشان نعرف تفاصيله ايه بالظبط، حميد ولا خبيث. حتى الليفل بتاعه لو كان خبيث بس مش ده اللي شغلنا دلوقتي. ليه؟ في حاجه تانية يا دكتور؟ احنا بنعالجه من الجلطه، من هي الحاجه الاخطر في اللحظه دي. ومطلوب مننا واحنا بنعالجه من الجلطه اللي احنا اتاكدنا من وجودها ان احنا نحافظ على كل وظائف الجسم انها بتتم بشكل سليم. ولا الغيبوبه لا قدر الله ممكن تؤثر بشكل احنا مش متوقعينه. طب وهو العلاج من الجلطه ده مش ممكن يخليه يفوق من الغيبوبه؟ الحقيقه ان احنا مش قادرين نتاكد ان الغيبوبه بسبب الجلطه ولا الورم. هنستنى شويه لما نتيجه الاشعه المقطعيه تظهر وساعتها نقدر نقول بدقه اكتر. طب يا ترى يا دكتور في امل ان بابا يرجع تاني زي ما كان؟ حتى في اخطر الحالات الحرجه دايما في امل،
بما اننا بنعمل كل المتاح دلوقتي يبقى اقدر اقول لكم نصبر شويه. طب ما نسفره بره يا دكتور. انا مش عايز اديكم قرار سريع، لسه في اجراءات هنعملها للمريض. يا دكتور احنا ما يهمناش اي حاجه الا سلامه بابا، وعشان خاطره ممكن نعمل اي حاجه. بقول لكم ايه يا اولاد، اوعى حد فيكم يجيب سيره المديح، فاهمين ولا لا؟ وان شاء الله بابا هيبقى كويس، هيبقى كويس قوي ان شاء الله. هنعمل ايه في الموضوع ده؟ انا قلبي مش مطمن لكلام الدكتور. ولا انا كلامه يخوف اكتر ما يطمن. احنا في مصيبه يا ماجد، عشان كده عايزك تصحالي. انا عارف ان احنا عندنا مسؤوليات كبيره، واهمها ان احنا ما نعرفش اي حاجه عن ثروه بابا، وده وقته انا مفكرش في نفسي. بس انا حاسس ان رقده بابا دي شكلها هتطول يا ثابت، وانا خايف احسن نعمل في حقوق ماما ولا مديحه، دي مسؤوليتنا. امال هو خلفنا ليه؟ أبو سمير جه أهو. يا ماجد شوف يا سمير، رقدة بابا شكلها هتطول، فاحنا عايزينك تبقى معانا في كل صغيرة وكبيرة. أنا بجد مش عارف أشكركم إزاي على الثقة دي، ومبسوط بجد إن أنتوا اعتبرتوني واحد منكم، لأن طول الوقت بعتبر نفسي أخوكم التالت، أو على الأقل زي أخوكم. هي دي الحقيقة يا سمير، أنت دلوقتي بقيت واحد مننا. نوع. مش معقول كده يا نوها، هدي نفسك شوية. طب خلاص خلاص امسكي نفسك بقى، ما دي احنا لو شافتك كده مش هتبطل عياط، واحنا ما صدقنا انها هدي. مش قادرة. خلاص ايه سلوى للمدام بتاعتي، الأنسة نوها موظفة في المجموعة. والله اهلا وسهلا يا أنسة نوها. اهدي يا حبيبتي اهدي، الحاج ان شاء الله هيبقى كويس يا حبيبتي، اهدي كده لحسن يطقلك عرق يا ماما. وانا ينفع اشوف الحاجة؟ اه قوي قوي، اتفضلي. على اذنك. ماما واختي مديحه ومدام رحمه، الانسه نهى موظفه عندنا في المجموعه. مساء الخير. اهلا وسهلا. اتفضلي. يا هنم الحاج مش بس مديرنا في الشغل، هو اب لكل حد بيشتغل معاه، هو فعلا عوضنا عن كل اللي احنا فقدناه من اهالينا. ان شاء الله هيقوم بالسلام وهيبقى كويس قوي، وهيرجع تاني يقعد في وسطينا ويرجع لكل الناس اللي بتحبه. شكرا. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. الحاج ابراهيم الطيب. الدور الثاني حضرتك. شكرا. اتفضلي. طيب هستأذن انا. اتفضل اتفضل. على فين يا استاذ ثابت؟ هوصلها. مش هتحرك من هنا. اللي انت بتقوليه ده زي ما سمعت بالظبط. اوعي كده. ايه يا ثابت ده؟ ليه كده؟ ما يصحش كده. ما انت ما شفتيش عملت ايه؟ عملت ايه يعني عشان تعمل ده كله؟ عيب كده. شايفه اخوك وعمايله السودا؟ شفتي يا رحمه؟ معلش يا حبيبتي، معلش استحملي واصبري. هنعمل ايه طول عمركم كده؟ انا مش عارفه هتوصلوا لايه في النهايه. استغفر الله العظيم يا رب. بس حبيبتي سلامة الحاج يا سيد الدين. هو عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله يا فندم، ربنا يبارك لنا فيك. بس كده؟ طب وعايزين نعمل الاجراءات دي من امتى يا حاج؟ بكره الصبح. خلاص يا حاج، وانا بكره الصبح هبذل كل جهدي وهجيب لك موظف الشهر العقاري هنا في المستشفى، ومعاه 2 شهود عشان يشهدوا، ومش هنام الليلة إلا لما جهز كل العقود زي ما حضرتك طلبت مني بالظبط. كل حاجة يا عطلة. مفهوم طبعا يا حاج. مش عاوز حد يعرف. طب وصبري وسليم؟
مش عاوز حد يعرف قبل ما اخلص كل الاجراءات. اطمن يا حاج وما تشيلش هم، وان شاء الله كل حاجه هتتم زي ما حضرتك طلبت بالظبط. مش عاوز تاخير يا عطله، عشان انا كل يوم بيعدي عليا ما بقاش ضامن اليوم اللي بعده. ما تقولش كده يا حاج، ربنا يديك الصحه وطولة العمر، وان شاء الله تجوز احفادك ان شاء الله. بصراحه يا حاج الكلام ده مش صح، ويا ريتنا نفكرش فيه لانه مش شرع الله. ازاي بقى يا حاج؟ مش الشرع بيقول الا من بعد وصيه؟ الكلام ده خطر قوي يا ابراهيم. انت بكره ان شاء الله هتقوم بالسلامه، ترجع تراعي مصالحك بنفسك، ولما الاجل يجي بعد عمر طويل هنلاقي كل حاجه متنظمه زي الشرع ما قال. يبقى ليه بقى نغير ونخالف؟ يا حاج عبد الله انا كنت غايب عن الحياه، والحمد لله ربنا رجعني تاني، وحاسس اني مش هقعد كتير. عموما نستنى لما تقوم بالسلام. انا خلاص جبت المحامي وقلت له جهز كل العقود. انا مش موافق ابدا على الكلام ده، ما نصبر شويه. انا حاسس اني هموت يا عبد الله خلاص، وعارف ولادي كويس. اللي تشوفه اللي تشوفه يا حاج. انا قررت اعمل حاجه يا فردوس، وعاوزك توافقيني عليها. خير يا حاج؟ قررت اكتبلك كل املاكي، يعني المجموعه وكل ما املك بيع وشراء. كلام ايه اللي بتقوله ده يا حاج؟ اللي سمعتيه فردوس. انا رايح اقابل رب كريم، ومش عاوز اسيبك الا وانت ملكه. بعد الشر عليك يا حبيبي، اعمل معروف، ما تقولش كلام ده قدامي ارجوك. اسمعيني بس، الفلوس لما تبقى في ايديكي انت مش هتبخلي على عيالك، انما لو بقت في ايديهم هم هيبخلوا عليك. صدقيني يا فردوس انا عاوز اموت وانا ضميري مرتاح. كلام ايه اللي بتقوله ده بس يا حاج؟ انت عايز ولادي يخدموني عشان خاطر الفلوس؟ نصيبنا كده يا فردوس، زرعتنا ما طلعتش زي ما حبينا. ولادي لو سبت لهم الفلوس ما اضمنش هيعملوا معاكي ايه في غيابي، لكن كده وكل الفلوس معاكي هيخدموكي بعينيهم. حرام عليك يا ابراهيم، كلامك ده بيقطع لي قلبي من جوه. وانت ما تتصرفيش معاهم اي تصرف الا من بعد ما تسالي اتنين، الحاج عبد الله والحاج فتحي كرامه، ولو حاجه في المجموعه تسالي صبري وسليم. والشؤون القانونية طبعا انت عارفة عطا الله، كل دول انا سايبهم لك زي ما سبت لك املاكي، هيخدموك بعينيهم ومش عايزين توصية. انا مش عايزة اي حاجة، عايزك ترجع لنا بألف سلامة، وان شاء الله عندي يقين بالله انك هتبقى زي الفل وهتروح. بص يا متر، محدش فينا هيتعتع من هنا الا لما نعرف الحقيقه. مفيش محامي محترم بيكسب اسرار موكله، ولا يبقى خايل لشرف المهنه. بس انت محامي المجموعه، يعني محامي ابونا ومحامينا من بعده، تفرق ايه؟ لا تفرق كتير يا ثابت بيه، تفرق ان الحاج ابراهيم الطيب لسه عايش. وانت كمحامي الحاج ابراهيم الطيب اللي هو لسه عايش، مش المفروض تاخد موقف لو موكلك ده عمل حاجه غلط؟ يعني المفروض ان انت ما تساعدوش على حاجه غلط. ومين قال ان في غلط حصل؟ انتوا ليه بتفتكروا حاجه زي كده؟ ما لو ما كانش في حاجه غلط حصلت ما كنتوش خبيته. يا باشا ده شغلي، شغلي اخبي الصح والغلط. اعتبر انك قلت تحت ضغط. بس مش هي دي الحقيقه. بسيطه، نخليها هي دي الحقيقه. ما تقول بقى يا متر ما توجعش قلبنا. يلا يا استاذ عطله،
ما تنساش ان احنا اصحاب مصلحه وحق. وبعدين انت ليه بتنحشر اصلا بالاب واولاده؟ يا بهوات ده شغلي، ما ينفعش اخرج اسرار موكلي، انا عمري ما عملت كده. كده بتكون لنا الغلط يا ساب. تعب عليك، اللي بتعمله ده هو الغلط. هتتكلم ولا نحدفك من هنا؟ ايه مش هتتكلم ولا ايه؟ مش كده يا ثابت، الموضوع ما ينفعش يوصل لكده، الراجل هيموت مننا. قول له يا باجت بيه، قول له خليه ياخد باله ان في غلطات بتحصل وقت الانفعال، ما ينفعش انها تتصلح. صدقني يا ثابت بيه، اقسم لك بالله ما في داعي ده كله. انا مصدقك يا متر، اهدى بقى يا ثابت بيه، وانت كمان ما تعصبوش. الله، احنا كل اللي عايزين نعرفه منك ايه الحقيقه، ما طلبناش منك ورق. ما تخلصنا بقى، ما فيش داعي الموضوع يكبر اكتر من كده. انتوا ناس محترمين ومتحضرين، وعمركم ما هتعملوا حاجه غلط. صدقني والله العظيم الحاج ابراهيم الطيب ما عمل حاجه ضدكم، بالعكس ده كله اللي عمله في مصلحتكم. لما هو في مصلحتنا يبقى من حقنا نعرف. ما ينفعش، هو قال اللي بتقولش لحد. يا متر احنا ولاده. صدقني يا ماجد بيه، والله العظيم ثلاثه عاملها لكم مفاجاه، ومفاجاه ساره كمان. بابا عاملين مفاجأة سارة؟ أيوه والله العظيم، أقسم لكم بالله هي دي الحقيقة. وإحنا مصدقينك. ثابت. نعم. أنت مالك جسمك بترعش كده ليه؟ أصل ما نمتش طول الليل. ومين سمعك؟ عمال أتخيل لو ما كنتش لحقتني ورميت عبد الله من فوق الجبل كان إيه اللي حصل؟ بقول لك يا ثابت، وحياة أبوك اهدى شوية، أنا مش ناقص توتر. أصل أنت مش واخد بالك من حاجة. حاجة إيه؟ إحنا كده دخلنا في مشكلة جديدة مع بابا. ده غير ان عطله من هنا وراح مش هيرضى يتعاون معانا في اي حاجه. يا سيدي اسكان على عطله فنصالحه، المهم بس ما يقولش حاجه لبابا. سمير فين يا ماجد؟ سابقنا عن مجموعه. بابا صبري وسليم بره كانوا عايزين يدخلوا لحضرتك، بيقولوا انهم عايزين يعرفوا منك حاجه مهمه. بابا هو استاذ عطله المحامي كان عندك هنا امبارح. صبري وسليم، قول لي بس يا بابا كنت عايز ايه من الاستاذ عطله؟ فين صبري وسليم؟ مش وقت يا بابا. صبري وسليم يا بابا فهمنا بس، في ايه مخبيه علينا؟ قول لنا وريحنا. العيال دول يخرجوا بره فردوس، يغوروا من وشي. ليه؟ واحنا مش من حقنا نعرف؟ العيال دول يطلعوا بره، مش عايز اشوف وشهم بره. طب يا اخويا اهدى اهدى، اوعى تتعب نفسك. يلا. عشان ايه ده كله؟ شش ولا كلمة، اتكتب خالص. يلا قدام، يلا اطلع اتفضل قدام. جاتكم القرف عليكم على شكلكم. هو ايه اللي حصل؟ انا بسأله سؤال مش راضي يجاوبني عليه ليه؟ اخلص يا ولد، اوعى صوتك يعلى عليا، فاهم ولا لا؟ انت مش شايف الحالة اللي ابوكوا فيها؟ انتوا جنسكوا ايه؟ ما عندكمش دم؟ يلا اتفضلوا سبقوني على بره، عايز اتكلم معاكم في حاجات كتير. حاضر. يلا يلا. جاتكم القرف عليكم على تربيتكم. معلش انا اسف، الحاج عايزك جوه، اتفضل. يا رب رحمتك يا رب، رحمتك بينا يا رب، رحمتك بينا يا رب. صبري. ايوه يا حاج. وانت يا سليم اسمعوني كويس. اؤمر يا حاج. مش عايز انفعالات. أنا شكلي كده مروح، كان نفسي أسيب الولاد أوصيهم، لكن ما سبتش. أنتوا رجالتي وأقرب الناس ليا، أوصيكم تخلي بالكم من الحاجة، تخلي بالكم من المجموعة، حافظوا عليها عشان الناس اللي بتاكل من وراها عيش، عشان خاطري خلي بالكم من ثابت وماجد. من غير ما تطلب مني يا حاج، دول ولادنا، وانت عارف انت غالي عندنا قوي قد ايه. ان شاء الله هتقوم لنا بالسلامة. انا بحاسبك وبحاسب الحاج يا حاج، ولادك فوق راسنا من فوق. ربنا يستركم يجازيكم خير على وفاتكم جنبي. ربنا
ماما الحاج مش عايز يتعامل معانا على ان احنا اولاده. ايوه يا ماما، بابا مقرب رجالته اللي في المجموعه منه اكتر مننا، واحنا بيبعدنا. انا مش عارف هو بيعمل معانا كل ده ليه، ده احنا حتى اولاده اللي بنحبه وبنخاف عليه هما كمان بيحبوه وبيخافوا عليه اكتر منكم، بس انتوا بقى مش فاضيين له، عايزين تورثوه بالحياه. يا ماما يا حبيبتي، بابا في الظروف دي كان المفروض يدينا كل اسراره عشان لو حصل له حاجه نعرف نتصرف. انت بتفول على ابوك يا واد، انت مستني موته؟ اما انت وجحت بصحيح يا ماما، ما تاخديش كلامي بمعنى ده. امال معنى كلامك ده ايه؟ والله عندك حق يا حاج، حتى وانت مش قادر تتحرك كنت فاهم ولادك اكتر مني للاسف. يا ماما لازم تفهم ان احنا كمان نفسنا بابا يقوم ويقف على رجليه، وكمان احنا مهتمين بمصلحتك انت ومديحه. مالكش دعوه بمصلحتي، وبعدين انا متضايقه من طريقتك مع بابا. يا مديحه انا زعلت من بابا لان سمعت ان كان عنده واحد من الشهر العقاري، يعني ممكن يكون اتصرف في حاجه من املاكه من غير ما يكون حد فينا عنده خبر. انا مش فاهمه انت بتفكر كده ازاي، وبعدين دي املاكه هو حر فيها. طبعا ما انت لازم تدافع عنه، ما انت الدلوعه بتاعته، والله اعلم هو كاتب لك قد ايه. اما انك واد واطي بصحيح، قوم يا واد، قوم من قدامي، غرفه داهيه جاتكم القرف، مش عايزه اشوف خلاقكم، جاتها 60 نيله اللي عايزه خلف. قوم يا واد انت كمان، يلا غور من قدامي. دول ولاد دول؟ اعوذ بالله. رأفت. نعم يا حاج. المستوصف ده بتاع الغلابة رأفت، اوعى بعد ما موت تهمله. هذا الشر عليك يا حاج، ان شاء الله انت اللي هتكمل اللي بدأته. كنت عاوز اقولك كمان، كان نفسي اطمن على مديحة معاك قبل ما اموت، لكن مفيش نصيب، قدر الله وما شاء فعل. وانت يا رحمة. نعم يا حاج. مديحة اختك الصغيرة تخلي بالك منها. طبعا يا حاج، مديحة في عينيا ما تقلقش، وانت ان شاء الله هتقوم وهتبقى زي الفل وهتشوف ولادها. حاج الحق ابراهيم يا حاج، الحقنا يا رأفة. عملت العملية خلاص. حاسس بإيه؟ الحمد لله. طب أنا هروح عندها ماما. ماما، بابا فاق، بابا فاق. الحمد لله. استنوا استنوا، خدوني معاكم. تعالي يا ولاد استنوا. الحمد لله على سلامتك يا حبيبي، الف حمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك يا حاج. الحمد لله على سلامتك يا عم. الحمد لك يا رب. الحمد لك والشكر لك. الحمد لله. طمني الف حمد وشكر لك يا رب. يا رب دم شفاك على خير وسلام يا رب يا رب. Thank you.
الحمد لله على السلامة يا حاج. الله يسلمك. الولاد مستنيين في البيت عشان يستقبلوا الضيوف اللي جايين يزوروك النهاردة. أما أنا بقى فعليا واجب كبير قوي للسيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، ندرع 10 عجول لحبايب الست. مش كتير على حبايب الست، أنا كمان لازم أروح السيدة دلوقتي عشان أزور عبد الله. لا بلاش النهاردة، خليها بكرة ولا بعده ونروح سوا إن شاء الله. لا ما ينفعش يا فردوس، لازم أزور عبد الله. توصل الحاجة وتجيلي على بيت الحاجة عبد الله في السيدة. يلا. لا ما سيبكش تروح لوحدك يا حاج. ما تخافيش يا فردوس. ما خافش ازاي بس، هو انا ليا بيت غيرك يا حاج. ربنا يخليك لينا يا رب، يديك الصحه وطول العمر وتشوف ولاد ولادك كمان. ربنا يخليك ليا. طب يلا عشان الوقت. حبيبتي رحمه مش هوصيك على الحاج. الحاج في عينيا، وبعدين على فكره الحاج ما بيكون في السيده كل اهل السيده بيشيلوا في عينيهم. ربنا يخليك ليا يا حاج. يلا سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. خليهم يجيبوا لي تاكسي لو سمحت. نستنى برا؟ يلا يلا. منور نورت بيتك. شكرا. الحمد لله على السلامة. ازيك يا حبيبتي؟ خلاص يا بنات كفايه، امال امكم فين يا اولاد؟ هتطلعي تنديها يا ام حسن. هي مش كانت معاك يا حاج؟ هي فردوس لسه ما جاتش؟ مش هي معاك من الصبح يا بابا؟ لا سابتني هي والسواق من ساعتين وشويه. الله، ما راحت فين؟ مين كان عايش معاها في الشقه؟ بيتردد عليها؟ بيبات معاها؟ يا بيه مفيش غير الشغاله، هي اللي تيجي ساعات تبيت وساعات تروح على طول اليوم. ومين كان بيجي لها قبل كده؟ يا بيه دي لسه طويله عريضه، في برد اللي كان يجي يبيت وكان يجي يمشي على طول يا بيه. طب وانت عرفت منين ان في قتيله جوه الشقه؟ احنا ما بنعرفش ان في قتيله يا بيه، احنا نطلع خضره في الشقه اللي فوق شم منها ريحه الغاز. كلمنا ست هاني مره واثنين وثلاثه ما ردتش عليا يا بيه. هترد عليك ازاي؟ كمل. بلغنا النادي بيه جم كسروا الشقه لغوا القتيله زي ما انت حضرتك شايف كده. واخر مره شفتها امتى؟ من يومين يا بيه، هو كان جايب نفس الفستان ده اهو. ها ايه الاخبار؟ الاثنين مصابين يا فندم، والست في حاله سيئه يا فندم. ما عرفت شخصياتهم؟ الست مفيش اي حاجه تدل عن شخصيته. ولينا البطاقه دي مع الراجل ده. سليمان سعيد حامد محمد. طيب بلغوا الاسم، يبلغوا اهله عن طريق عنوانه اللي موجود هنا. تحت امرك يا فندم. واحنا هنعرف من خلال الموضوع ده كله مين صاحبه الشخصيه دي. تحت امرك يا الاسم. ما عندوش اشاره باي حاجه. سالته في المستشفيات؟ سالنا في المستشفيات، قالوا لنا ما فيش اي حاله عندهم باسم طنط فردوس. سالته عن حاله باسم سليمان السواق؟ هو انا ما كنتش اعرف اسمه عمه، انا استخدمت اسم طنط فردوس لان انا حافظه ثلاثي من قسمه الجواز. يعني ايه الارض اتشقت وبلعتهم؟ يا سالم. ايوه بابا. اسال لي في المستشفيات عن حاله باسم سليمان السواق. كلمتهم يا حاج؟ كلمتهم، هم كمان ما يعرفوش عنه حاجه طول اليوم. فين ابني؟ انتوا عايزين مين؟ انا عاوزه سليمان. هو جه امتى؟ بعتولنا من الاسم من شويه وقالوا انه جه في حادثه. طب شوف ده كده. هو سليمان حبيبي يا ابني. صوت ياما، استنى من عارف ايه اللي جراله. بس يا مامي ما تصوتيش. على فكره يا جماعه كده غلط. اولا هو كويس ما فيهوش حاجه، هو بس نام من البنج.
وكل اللي فيه شويه كسور بسيطه. من فضلكم بقى توطوا صوتكم عشان في مرضى تانيين. حبيبي اخويا. انت عاد سليمان؟ ايوه يا ابني انا امه. طمني يا ابني ماله، جرى له ايه؟ سليمان كويس، ما تقلقوش، هو حالته مش خطيره. الحمد لله الحمد لله. اهم حاجه تعرفوا الست اللي كانت معاه في العربيه. ايوه يا ابني، فرطوش هانم مالها. هادو الحاجة عاملة ايه؟ حالتها ايه دلوقتي؟ طمنا يا ابني. رد يا عم الدكتور. ماما مالها؟ شدوا حيلكم. حيلكم يعني ايه؟ امك ماتت ترقفك؟ امي ماتت؟ البقاء لله. كانش ده اتفاقنا يا فردوس. شكر الله سعيكم جميعا. العزاء في السيدة زينب النهارده ان شاء الله. عزا ايه اللي في السيدة؟ دي ماما يا بابا، يعني عزا يبقى في عمر مكر ويحضروا رجال اعمال ووزراء وممدوح من رئاسة الجمهورية والناس كلها تحضره. العزا في السيدة زي ما قال عمك عبد الله، لو عايز تتمنظر انت واخوك بروح عمر مكر. مسلم يا صبري قوم تجيبوا 10 عجول وتذبحوهم تفرقوهم على الحتة كلها. مش عايز بيتي بات في الحتة إلا وهو واكل لقمتها. ده نادر كانت نادرة وما لحقتش توفيه. الباقي في حياتك يا حاج. حياتك الباقي يا بنتي. أنا كنت بعد إذن حضرتك عايزة أطلب منك طلب. اتفضلي. انا كنت عايزه حضرتك تحكي لثابت كل حاجه. ايه؟ ثابت شاكك ان في بيني وبينك حاجه، وانا كنت قربت احكي له بس مش عارفه بقى اقول له ايه وما اقولوش ايه. اوعي تكوني فتحتي بقك بكلمه. لا لا اطمن، انا ما حكيتش اي حاجه، بس المشكله انه شكه دوت ممكن يخليه يتضايق وجايز يخليه يتهور. يتهور ازاي يعني؟ انا عارفه ان الوقت مش مناسب، بس انا بقى حكيت لك على كل الظروف اللي مريت بيها وموضوع قتل سناء. اللي قتل سناء كان قصدي موتنا انا. معقوله يكون خاب الخيبه دي؟ يا ده البنت التويه مش عايزه لكاعه. الله، مش عايزه اشوف ترابها هنا. امين. صباح الخير يا دادا. صباح الفل يا حبيبي. هو بابا فين؟ الحاج في الجنينه مع ضيوف. ما تيلا يا اختي، لسه ورانا شغل كتير. مع السلامة. معقولة؟ ليلى هاني مشرفة عندنا هنا؟ في ايه يا سابق؟ يا بابا ده كلام؟ بدخلها بيتنا وماما لسه ما فاتش على موتها يومين. ايه خلاص؟ لا يا بابا ما ينفعش كده. هو ايه يا ابني ده اللي ما ينفعش؟ ما توضح كلامك خلينا نفهم ونفهمك. هتفهمني ايه بقى؟ لكن ورحمة امي اللي اول مرة احلف برحمتها، لا دفعك تمن دخلتك بيتنا بالطريقة دي غالي قوي يا ليلى. اخرس! انت اتجننت ولا ايه؟ غور من وشي. حاضر يا بابا، هخرس اغور من وشك. سلام.
معلش يا حاج اصله مش فاهم حاجة. اتفضل يا سيد. انا بجد مش عارف اقول لك ايه. ما تقولش حاجه خالص وتقدر تعتبر البيت بيتك واقعد هنا لحد ما الموضوع يخلص. ما تقولش حاجه. تعالى اتفضل. بس انت كده بتخاطري تستقبليني وانا في الظروف زي دي؟ كان ممكن تخافي او ترفضي تقابليني اساسا. ثابت لازم تفهم حاجه مهمه، انا ست عايشه بمزاجي، احب اختار الراجل اللي انا احبه، مش هستنى الراجل لحد ما يجيلي. انا عارف يا نهى، وده اللي خلاني احبك. ولو اني مش مصدقاك وعارفه كويس قوي انك بتاع ستات، بس تعلقت بيك وبجد نفسي اكمل حياتي معاك. تتجوزيني؟ ايه؟ تتجوزيني بجد؟ ودلوقتي حالا. الو، ممكن اكلم سلوهانو؟ ايوه. انا مين معايا؟ انا العروسه الجديده. عروسه مين ان شاء الله؟ عروسه ثابت ابراهيم الطيب. حبيت بس تعرفي مني بدل ما تعرفي من حد غريب. مفيش مبروك ولا ايه؟ وقيمه مقر الصداقه قد ايه يا ثابت بيه؟ ايه رايك يا نهى هنا؟ والله يا ثابت بيه مش فارقه، انا عايز اعيش معاك وخلاص. وبعدين الحاجات دي شكليات. شكليات ازاي يعني؟ يعني لو عايز اسيبك كنوز الدنيا كلها مش هتخليني اعيش معاك، ولو عايز اعيش معاك كنوز الدنيا كلها مش هتخليني اسيبك. الله، ايه الكلام الجميل ده؟ ده مش كلام يا حبيبي، دي حقيقه. انت عارفني انا صريحه. خلاص يا نهى، المؤخر اكتب نص مليون يا مولاي. نص مليون؟ اه نص مليون. بس الرسوم في الحاله دي هتبقى مبلغ كبير قوي. مش مهم، الست دي تتقل بالالماس. مش كتير كده يا ثابت؟ مش كتير عليك اي حاجه. يلا يا استاذ خلينا نكمل. امسك كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني استخرت الله. إني استخرت الله. وطلبت زواج. الزواج من نهى محمد وليد. نهى محمد وليد. على كتاب الله. على كتاب الله. وسنة رسوله. وسنة رسوله. وعلى الصداق. وعلى الصداق. المسمى بيننا. المسمى بيننا. وعلى مذهب. وعلى مذهب أبي حنيفة النعمان. أبي حنيفة النعمان. قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني استخرت الله. إني استخرت الله. وقبلت منك الزواج. وقبلت منك الزواج. بنفسي. بنفسي. ولنفسي. ولنفسي. وعلى كتاب الله. وعلى كتاب الله. وسنة رسوله. وسنة رسوله. وعلى مذهب. وعلى مذهب الإمام. الإمام. أبي حنيفة النعمان. أبي حنيفة النعمان. ألف مبروك. يا عم أبوس إيدك افهمني، صدقني مرة واحدة سابت مش مع واحدة ست تانية، لأ سابت اتجوز عليا. يا عم يا بنت جبت الكلام ده منين؟ والله العظيم يا عم انا مش مجنونة، والمصحف ما مجنونة، ولا عمري قلت لكم الكلام ده قبل كده. ثابت اتجوز عليا يا عم، والله العظيم اتجوز عليا يا ربي، وهو دلوقتي سايبنا كلنا وهربان عند العروسة بتاعته. استغفر الله العظيم. طب يا بنت اهدي كده وصلي على النبي واسمعيني. انت ست عندك عيلين، انا عارف ان انت طيبة وكويسة واستحملتي كتير، بس يا بنتي انا عايزك تتلفتي لعيالك، مصلحتهم اهم. الراجل مهما دار ولف يا حبيبتي مسيره برضو يرجع لبيته وعياله.
مستر رشاد. نعم. اتفضل معايا. انا مش فاهم يعني ايه تاخدوني من العمليات قبل الجراحه ما تخلص. ما تقلقش، الدكاتره اللي جوه بيكملوا عشان يرجعوا الكليه مكانها تاني. كليه ايه اللي هيرجعوه؟ دي بايظه. انا اعرف كل حاجه، بس هدي اعصابك انت. استاذ يا مدام رحمه، اتفضلي معايا. هو في ايه يا مدام رحمه؟ مع السلامه يا دكتور. ما هي الحكايه كده. طيب هنتقابل وهرجع لك تاني وقريب قوي يا مدام. ترجع بالف سلامه. بصراحة مش عارف اقول لك ايه، انت اتصرفتي وكانك ضابط محترف في شغلتنا، وبرغم انك كنت قلقانه شويه بس قدرت تحافظي على كل تفاصيل الشغل. ربنا يخليك، دي شهاده اعتز بيها. خلاص هشتغل معاكوا بقى. اهلا وسهلا طبعا، ده المباحث تنور. ربنا يخليك. لا لا لا، ده شغلانتكم صعبه قوي قوي، افتح الله ربنا يقويكم بجد. احنا دايما في خدمه الشعب. يا رب دايما. وانا الحقيقه عايزه اشكر حضرتك تاني، لانه انتوا ما كنتوش معايا، بس بجد ما فاتكوش تفاصيل دقيقه قوي وكل حاجه كنتوا عارفينها. عموما الشهاده بتاعتك هي دي اللي خلصت القضيه. ربنا يخليك، ولو اتزنقت في اي قضيه تانيه كلم بس المقدم رحمه. تمام يا فندم. بابا بابا تعال هنا يا قمر. بابا انا هطلع احضر شنطه هدومي. ليه يا ابني؟ هسافر بره حالا. هربان من موضوع ليلى؟ مفيش وقت للكلام يا حاج. اسافر ولما ارتب نفسي هبعت لك عشان تبعت لي الولد. خلاص كلكم كده هتروحوا في لحظه واحده؟ هرتب نفسي بس يا حاج، وبعد كده ربنا يسهل. ربنا يسهل لواحد قاتل. روح يا ابني، ربنا يسامحك. عمر يا عمر، انا واحد من اللي انت خربت بيتهم، بس خلاص الليله هنخلص المشكله دي. انا مش فاهمه حاجه، انت عايز مني ايه؟ انا مستخسر القتل في الوش اللي زي القمر ده، بس اعمل ايه بقى؟ انت اللي جبتي روحك. على فكره انت لو اذيتني البوليس هيقبض عليك حالا، ولو سبتك اللي ورايا مش هيسيبوني في حالي. الحقني يا حمدي بيه. ما تخافيش يا مدام، كلنا حواليك قدامي. تعالى ابراهيم. تعالى هنا. بقول لك تعالى هنا. خلوة مش فاهمه ايه اللي بيحصل.
الحال ده؟ حرام عليكي يا سلوى الولد. حرام عليا يا فضيحه، حرام عليا انا ولا حرام علي ماما؟ طب خلاص هدي نفسك، انا ماشيه. يا سلوى استني، ما ينفعش كده. طب يا ريت لو في حاجه مخلصها. ممكن تهدى شويه؟ مديحه فين بابا؟ في المكتب هو وعمو عبد الله. وسابت جه؟ جه ومعاه اللي اسمها نهى دي. يعني الكلام طلع صح؟ ايوه، وسلوى متضايقه جدا. عندها حق يا بنتي. يلا يا حاج. ازيك يا سلوى يا بنتي؟ الحمد لله يا عم، الحمد لله. ازيك يا بابا؟ ازيك يا سيدي؟ ايه يا ابني؟ يعني تروح تتجوز من غير ما تشور على حد؟ وكمان جايبها وجاي في وشي كده من غير لائحة ولا دستور؟ هو مش حضرتك قلت كل واحد يجي ومعاه مراته؟ طب ما هي مراتي زي سلوى بالظبط، وكله بشرع ربنا. يعني انت مبسوط كده ورايق لما هنت مراتك وحتخرب بيتك بايدك؟ كل ده عشان ايه؟ شوف يا بابا، جاي سلوى تزعل، حد تاني يتضايق، لكن انا راجل يعرف ربنا. على الاقل لما بعاشر بعاشر في الحلال، ولما بختار ست اختار ست محترمة. تقصد مين بالكلام ده يا سيد؟ مش فارقة. ايه يعني ساكتين؟ محدش فتح بقه وقال كلمة. يعني هنقول ايه يا بابا؟ دي املاك حضرتك، حضرتك بقى كتبتها باسم ماما الله يرحمها، باسم اي حد تاني، في الاخر ده ورثك وانت تتصرف فيه زي ما انت عايز. انا عايز اقابل الست فردوس لو سمحتي. خير؟ عبد الفتاح زغلول، موظف الشهر العقاري يا فندم. افتكرتك انت اللي جيتني المستشفى. هات الورق اللي معاك. لا ما ينفعش يا حاج، الورق ده يخص الست فردوس شخصيا. الحاجة فردوس تعيش انت؟ معقولة؟ لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف. الباقية في حياتك يا فندم. حياتك الباقية، شكر الله سعيك. سلمني الورق. لا يا فندم، الورق ده ما ينفعش ان انا اديه لحضرتك، ده ورق مهم، ورق املاك ومشروعات واصول بمئات الملايين. المفروض دلوقتي ان انا اسلم الورق للورث. واحنا الورث؟ هات وريني العقود دي. ورثه ايه؟ وعقود ايه اللي انت عايز تاخدها يا ماجد؟ دي كلها املاك بابا، واحنا متنازلين له عنها من دلوقتي حالا، مش ده كلامكم؟ لو سمحت يا مديحه، مش عايزين تسرع. هات يا استاذ الورق، انا برضو من الورثه. ايوه حضرتك، كل اللي قدامك دول الورثه، بعد اذنك ادينا الورق. ماجد ثابت، الراجل ده يدي لبابا الورق دلوقتي حالا. طب ليه بقى الكلام المتسرع ده؟ ما نستلمه احنا كمان. هو مين فينا اللي متسرع؟ انتوا كده غيرتوا كلامكم، ولا انتوا مالكوش كلمه؟ ما تزعقيش، احنا اخواتك الكبار. من غير خناق، الراجل ده ممكن يسلم العقود لبابا، ما فيهاش حاجه، ما هو بابا برضه من الورثه. بابا مش من الورثه، بابا صاحب الحق في كل حاجه، ومن حقنا احنا كمان، احنا اولاده، اولاد المرحوم الله يرحمه. يا استاذ الفاضل، بقول لك احنا اولادها فاحنا الورثه، خلينا نشوف العقود بعد اذنك. بقول لك ايه تاني؟ يعني بنقول لك هات الورق في ايه؟ يا سيب صلى على النبي بالراحه، احنا الورثه. عايز ايه تاني؟ بالراحه افهم حضرتك. مش شرط ان انا عايز اقول خلاص ان انا اكون الورثه. ايه تاني؟ ما احنا قلنا لك يا سيدي، قلت لك بالراحه ثانيه واحده، احنا اولادها والله يا حضرتك. انت مش قلت مش هدي الورق للورثه؟ ما احنا الورثه اهو. فاهمك ازاي؟ بقول لحضرتك احنا اولادها، عايز ايه تاني؟ اه يا عبد الله، شفت بنفسك وفهمت عيالي حصل لهم ايه؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. شكرا يا أستاذ. إحنا أصحاب حق أكتر من أي حد، ومحدش بقى يضحك علينا ويبلفنا ويقول لنا بابا وماما. ليه يا ثابت؟ ليه؟ ما هو بابا أصلا هو اللي جايبنا هنا عشان يقول لنا على كل حاجة، مين قال إنه هيضحك علينا؟ بابا قال لنا لأن الموضوع خرج من إيديه، وكده كده كنا هنعرف، ولولا كده ما كانش قال. ثابت لو سمحت ما تقولش كده. أنا عايز حقي ودلوقتي. ما كل واحد ياخد حقه بقى ونخلص. بس لازم إعلام وراسة. مش مشكلة، عمو ليه الربع، والتلات تربع يتقسموا على ماجد وثابت ومعهم مديحة. إعلام وراسة إيه؟ وتلات تربع وربع؟ وأنتوا تورثوا بابا وهو حي؟ وأنتِ مالك أنتِ؟ إيه علاقتك بالكلام ده كله؟ أنت فعلاً بني آدم ما عندكش ذرة إحساس. ما هو اللي بيع أهله علشان وسخته وقرفه، فعلاً أنا ماليش علاقة بيك. هي ثابت؟ ما تهدي يا سلوى. انتوا كده هتوقعوا، ده لسه يا دوبك قايم من العيط، حرام عليكم. واحنا عملنا ايه ده كله؟ والله ما انتوا حاسين انتوا بتعملوا ايه؟ نسيتوا كل اللي بابا عمله عشانكم اول ما شفتوا شويه فلوس؟ مش ممكن الحاج يتعامل معاه كده. مش قادرين تستنوا لحد ما الحاج يقف على رجليه؟ انتوا لا يمكن تكونوا بني ادمين ابدا. اطلعي انت منها يا سلوى. سيبنا لك الادميه انت. ممكن تهدى يا ثابت بعد اذنك؟ واهدي انت كمان يا سلوى. واهدي يا حبيبتي، اهدوا كلكم يا جماعه. يا جماعه احنا كده كده عايزين ايه؟ عايزين بابا يستريح. خلاص يبقى نقعد معاه ونتكلم، ولو عايز يشتغل يشتغل. ولا يا ثابت؟ ايه، ما عندكوش تعليق ولا ايه؟ هنقول ايه بس يا بابا؟ حضرتك كتبت كل حاجه باسم المرحومه، والمرحومه ربنا افتكرها. يعني يا بابا يبقى الوضع على ما هو عليه، انت ابونا ودي ممتلكاتنا ومش فارقه، وبعدين حضرتك مش مخلينا محتاجين حاجه. يعني عندكم استعداد تتنازلوا لي عن حق الاداره؟ من غير ما تسال يا بابا، حضرتك رجعت وهتدير الشغل طبيعي. لا، انتوا لازم تتنازلوا لي عن حق الاداره بتوكيل لا يجوز الغائه الا بموافقه الطرفين. وماله؟ يعني ما عندكوش مشكله، ده شغلك وانت رجعت له. خلاص، وانا في اخر كل سنه ماليه وبعد الحسابات الختاميه هوزع الارباح حسب النسب، طبعا بعد خصم اي مبالغ هتسحبوها. كمان ده احنا عمرنا ما كنا نحلم بكده، يعني هنقعد نتفرج وكمان ناخد فلوس. ليه يا حبيبي؟ ما هي في الاخر فلوسكم برضه، ورثتوها عن امكم ورثتوها عني. المال مالك يا بابا. طيب انا هتفق مع المتر عطله عشان يعمل لنا ميعاد في الشهر العقاري نروح سوا. وانت يا سمير مش عايز تقول حاجه؟ انا شخصيا يا حاج ما عنديش اي مانع، بالعكس، لكن هي مديحه يا صاحبه الحق في الموضوع ده، انا هسالها وهي هتقرر تعمل. ما قلتش ليه ان الحاج هتاخر؟ انت جبتنا بدري قوي يا صبري. ما انت عارف يا عطا، الحاج دايما يجي بدري. اهو الحاج وصل اهو. صباح الخير يا صبح. صباح الخير يا حاج. صباح الخير يا طه. صباح النور، الحمد لله بالسلامة. أوراقك جاهزة وكله تمام؟ كله تمام وكله جاهز يا حاج. بهوات يظهر لسه في السكة، عشان أول ما يجوا يخلص على طول، عايزين نشوف أشغالنا. أمرك يا حاج. صباح احلى حب في الدنيا. تسلم ايديك. القعده هنا حلوه قوي، من زمان ما فطرناش مع بعض.
حضرتك انهم هيجوا؟ لا. طب تحب حضرتك نعمل ايه؟ ولا حاجة، روحوا وانت خد السواق وروح، انا هتمشى شوية. بكل بساطة ولا كأنكم عملتوا حاجة، ومش حاسين ان بابا انا مش لاقياه من الصبح، ولا حتى بتحاولوا تدوروا عليه؟ ايه مفيش اي احساس؟ طب ممكن بعد اذنك تهدي شوية؟ مين حضرتك اصلا ومين الناس دي؟ انا عايز اعرف دلوقتي حالا بابا فين. بابا انت كنت فين؟ استنى فين فين، خليكوا قاعدين، أنا جاي أخد حاجات شخصية وماشي على طول. إيه يا بابا الكلام اللي حضرتك بتقوله ده؟ اللي سمعتيه يا حبيبتي. يا بابا المكان ده مش بتاع أي حد غيرك. مفيش حد من اللي موجودين هنا عايزني. متقلقوش، أنا مش هطول. أنا جيت عشان أخلص المشكلة اللي بيننا، عشان ما تقولوش بابا وقف في سكتنا. يا بابا مش حضرتك تسألني الأول إيه اللي حصل؟ مش عاوز أعرف حاجة. يا بابا يا بابا وحياتي، حضرتك ما ينفعش تمشي من هنا. يا بابا محدش يخرجك من مكتبك ابدا. انا عارف ان محدش يقدر يخرجني، عشان كده هخرج بنفسي. انا ماشي وسايبها لكم مخدره زي ما بيقولوا، ياك بس تعرفوا تحافظوا عليها. على فكرة سيبيه دلوقتي لوحده، صدمة كبيرة عليك. ماشي، يعني هتجيبوا لي شقة محندقة على قدي؟ طب والله فيكم الخير. وامتى بقى هتحجروا عليا وتدخلوني مستشفى المجانين؟ بابا انت ليه بتقول كده؟ هدي الخطوة اللي جاية. حضرتك عارف المشروع اللي بترفضه ده هيدخل لنا كم؟ وحضرتك عارف البيت اللي انت عاوز تبيعه ده يساوي ايه؟ عارف طبعا، بس حضرتك عارف ان الدنيا مصالح، وبتهيألي يعني المصالح دي احنا لينا حق فيها ولا ايه؟ كان نفسي يا ابني تعرف ان الحقوق ليها حدود، وكان نفسي انتوا الاتنين تتعلموا مني اي حاجة عن حقوق الناس اللي حوالينا. لو سمحت يا بابا ما تدخلش الحاجات في بعضها، ده ورث واحنا الاربعة ورثة، وفي قانون في البلد، والقانون ده بقى معمول علشان الناس تاخد حقوقها. مش المفروض يعني ان في حد يقدر يخالف شرع الله؟ عندك حق، اول مره تسمعني كلام صح. اللي يخالف شرع الله يستاهل كل اللي يجرى له. زي كده اقعد اتفرج على املاكي وهي بتتوزع وما اقدرش افتح بوقي. والله اللي احنا عارفينه ان ده ميراثنا من امنا. امكم الله يرحمها، هو انتوا فاكرين ان امكم ورثت الحاجات دي عن ابوها؟ بابا ممكن تقول لي انت ليه كتبت لماما الله يرحمها كل ثروتك وانت داخل العمليه؟ خوف عليها او كره لينا. كره ليكم؟ هي الفلوس لما تبقى مع امكم يبقى كره ليكم؟ الله حضرتك لما تبقى واخد منها موقف طول حياتك، يبقى انا مش شايف اي سبب للي بيحصل ده غير ان حضرتك بتكرهنا
وعايز تتعبنا. يعني انتوا مقتنعين ان انا بكرهكم؟ والله يا ابني يا ريت اقدر اعمل كده. والنبي بابا سيبك من الكلام العاطفي ده. طيب انا هقول لكم الخلاصه يا اولادي يا حبايبي، عشان من هنا ورايح مش عايز اشوف وشكم انتوا الاثنين. بقول لحضرتك الحاج قاعد والعيال عايزين يبيعوا الفيلا. طيب يا ام حسن انا هاخد تاكسي واجي بسرعه، اقفلي وربنا يستر. لو حطينا البيت على جنب وحسبنا قيمة المصانع والشركات بتاعة المجموعة هيطلعوا حوالي 500 مليون جنيه. أنا ليا فيهم الربع، يعني حوالي 125 مليون. أنا عاوز 100 مليون بس، اللي هم قيمة البيت ده بالأرض اللي حواليه. يعني إيه؟ يعني أنا هاخد البيت ده حقي في ورث أمكم. طب بالمرة يا بابا في حاجة كده عايز أعرف يعني موضوعها إيه؟ انا اللي اعرفه ان ماما عندها صيغه ومجوهرات كتيره جدا، الحاجات دي راحت فين وموضوعها ايه بالظبط؟ الحاجات دي من حق اختك بس، دي وصيه امك. ازاي يا بابا؟ كلمه تانية هضربك بالجزمه. وانت روح شوف المحامي بتاعك وجهز العقود ومضي اخواتك. يلا خلينا نخلص. بابا هو احنا ما ينفعش نعمل كل ده من غير ما تبقى زعلان مننا؟ لما المحامي يجهز العقود تبعتهم معاه، انا مش عايز اشوف وشكم. مع السلامه. ده ديل كويس قوي. يلا بينا بقى لما يرجع في كلامه. يلا. ألف ألف مبروك يا حاج، اجعلها أدم السعد، رجعت أحسن من الأول. ربك كريم. الحمد لله. الحمد لله. خمسة وتلاتين يا جماعة، الهمة شوية، مش معقول انتوا خدتوا وقت كتير قوي، عايزين ننزل الصناديق دي بسرعة. سلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على سلامتك وألف مرحب بيك في السيدة يا حاج. الله يسلمك يا سيدي. أنت وهو إيه يا حاج؟ أنت زعلان مننا ولا إيه؟ ما هي دي وصيتي ليكم يا بهوات، يا أقرب الناس ليا. سايبين المجموعة وجايين سايبينها لمين؟ شوية لفندية اللي هينهبوها ولا لعيال الهبل اللي ما بيفهموش حاجة؟ استهدى بالله علينا يا حاج، واحدة واحدة. بلا واحدة بلا مش واحدة. انتوا المفروض ما تسيبوش ثابت وماجد ابدا، حتى لو ما طلبوش منكم المساعده تفضلوا جنبهم، ولا عايزينها تخرب؟ يا حاج ثابت وماجد خلاص ما عادوش بيجوا المجموعه. المجموعه دلوقتي بين ايدين سمير ورفعت ورجالته. يعني ايه؟ يعني خلاص يا حاج، اللي حصل حصل، واللي راكب على دماغنا من فوق دلوقتي رفعت افندي هو الامر الناهي، والاوامر الكبيره بتنزل من سمير بيه الدرمالي. ومين عارف بقى مين اللي مسيطر على مين؟ رفعت مسيطر على سمير ولا سمير اللي مسيطر على رفعت؟ أما أولاد سعادتك فربنا يهديهم، كل واحد وله الطريق. وإحنا بهدلونا آخر بهدلة يا حاج، وكانوا بيجهزوا عشان يرفضونا رسمي. لا حول ولا قوة إلا بالله. وانتوا بقى جايين تشتكولي؟ دي خيبة إيه دي؟ إحنا مش جايين نشتكي يا حاج، إحنا بصراحة خليين شغل وجايين نشتغل. ومش اي شغل يا حاج، احنا جايين نشتغل مع ريسنا وعمنا، جايين نشتغل في السرجه اللي اتعلمنا وشربنا منها اصول الشغل الصح. ها يا حاج، في شغل ولا مفيش؟ لا يا سيدي، من ناحيه الشغل الشغل كتير، بس المرتبات هنا ما تناسبكوش. يعني احنا كبرنا على السرجه، وانت يا حاج ابراهيم يا طيب ما كبرتش عليها؟ واحنا بقى رجالتك يا حاج، ولحم كتفنا من خيرك، مطرح ما هتكون هنكون. ها ايه رايك؟ خلاص توكلنا على الله، خليكم معانا. بس على فكره بقى انتوا مش هتستنوا كتير، عشان انا نويت ابني مصنع في المنطقه الصناعيه. ايوه كده كبير، يبقى نويت تبنيها من تاني. السلام عليكم يا بهوان. وعليكم السلام ورحمه الله. يا محمود ايه اللي جابك؟ تاخدنيش يا حاج اشتغل معاك اي شغلانه؟ اي شغلانه ليه يا ابني؟ هو انت سبت شغلك ولا ايه؟ لا، جابولي واحد وعلمته خلاص.
خلاص يا ابني وماله، بس خلي بالك المرتبات عندنا مش زي هناك. رواتب يا حاج، انا ببص لقدام مع الحاج ابراهيم الطيب، يعني هنشتغل وهنأمن مستقبلنا ومستقبل عيالنا كمان، لكن هناك الواحد بيفكر في بكره يا حاج الف مره. مش هما عاملين لك مشاكل عشان مفيش مخازن مطابقه للمواصفات؟ اه طيب، انا عندي المكان وكمان عندي المقاول اللي يخلص كل حاجه ويظبط المخازن ويعمل لنا التراخيص. هيبدا من بكره، اديت له عربون وقلت له مش هديك بقيه فلوسك الا لما تسلمني التراخيص في ايدي. ايه الكلام ده؟ فاكر حته الارض اللي كنت اشتريتها انا وجمال الله يرحمه؟ لا طبعا فاكر. هي دي تلمستك؟ وهو انا علمتك حاجه؟ لا، ده انا الفتره اللي انا اشتغلتها معاك دي اكتسبت فيها خبره بكل السنين اللي انا اشتغلتها. طيب يا ستي، طلباتك عاوزه كام في المخزن ده؟ دخلني معاك شريك. بس انا عمري ما شاركت حد. ما انت كان معاك شركه في المجموع. عيلتي. وانا مش عيلتك. لا طبعا عيلتي، بس يعني انت مصرة على الشركة دي، مش احسن لك تأجري المخزن وتجيلك فلوسك وانت قاعدة زي الملكة؟ انا مش عايزة اقعد زي الملكة، انا عايزة ابقى شريكتك. طب خلي بالك بقى، انا بتدخل في حياة شركائي. وانا موافقة منك انت بالذات وعلى اي حاجة. نور يا باشمهندس. ها ايه رايك في السرعه دي؟ سرعه كبيره جدا. كمان المقاول اللي انت جايباه يظهر عليه شاطر وعارف شغله كويس. الحقيقه انا دورت وتعبت قوي لحد ما لقيت الراجل ده. لا لا لا، ما تبصليش البصه دي، ما يغركش اني ست، ده انا شاطره بتاعت شغل وجدع كمان. تشكر. وبتعرفي ازاي تخلي الناس تحبك؟ انت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ بجد طبعا يا حبيبتي. تشكر يا زوق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ايه مالك؟ في موضوع كده عاوز اتكلم معاك فيه من فترة طويلة واخد رأيك فيه، لكن هو موضوع حساس شوية. خير يا حاج؟ خير خير بإذن الله. قولي بس الأول يا عبد الله، هو لو واحد زي حالاتي يعني فكر يتجوز يبقى عيب ولا غلط؟ ايه العيب والغلط في كده؟ يعني والله كل ما اجي افكر في الموضوع ده الاقيني متردد وخايف. خايف من ايه؟ من العيال؟ عيال ايه يا عبد الله؟ انت عارف عيالي حتى مش بيفكروا فيا، مفيش غير مديحه وناوي اخد رايها ان شاء الله. وماله؟ الجواز مهم بالنسبه لك، وبعدين انت صحتك بسم الله ما شاء الله ولا اجدع شاب، وبعدين برضو انت محتاج لواحده ست تونسك وتاخد بحسك وتقف جنبي كمان يا عبد الله. بس انا خوفي ان الموضوع نفسه ما يبقاش مقبول. الا مقبول؟ قول انت عاوز بنت مين واحنا نجيبها لك لغايه هنا. مش قوي كده يا عبد الله، مش يمكن اهل العروسه والعروسه تقول لا ما اتجوزش راجل عجوز زي حالاتي كده؟ عجوز ده انت شاب وشاب جديد كمان. قول لي بقى مين هي العروسه؟
واحدة ست بنت حلال قوي، وأنا ناوي على الله أكون أنا وكل ما أملك تحت أمرها. شوقتني. مين بقى بنت الحلال دي؟ بنتك يا عبد الله. معلش يا بابا نسيت المفتاح. ولا يهمك حبيبتي، كنت عايزاك في كلمتين. سلمي الاول على الحاج ابراهيم. يا اهلا وسهلا، ده البيت منور. ازيك يا رحمه هاني؟ ازيك يا حاج. كويس يا رحمه هاني. ايه رحمه هاني يا حاج؟ انت بتتريق عليا؟ لا اتريق، هانم وست الهوانم كمان، اصل وحسب ونسب. ربنا يكبر بخاطرك يا حاج. قولي لي يا رحمه هانم، عندكم شربات؟ شربات؟ اه عندنا الخير كله، بس ايه المناسبه يعني؟ اكيد في خبر حلو. حلو بالنسبه لنا، انا هتجوز ان شاء الله. الف مبروك يا حاج، ده خبر حلو قوي. مش هتساليني مين العروسه؟ هو انا اعرفها؟ انا اتكلمت مع ابوها وهو قال لي لازم ناخد رايها، واديني قاعد قدامها اهو. تتجوزيني يا رحمه هانم؟ Thank you.
يعني ايه يا بابا عايزني اطلع مراتي؟ مفيش راجل عنده كرامه يعيش مع ست غصب عنها. ليه بتعمل كده؟ بعمل كده عشان هو ده الشرع. تعلم الرجوله بقى. وهي الرجوله سيب مراتي وعيالي؟ عيالك هيقعدوا معايا هنا في البيت، ومراتك تاخد حقها ما دام طلبت الطلاق تتطلق. حاضر يا بابا. ماشي يا سلوى. عاجبك كده؟ في بس يا فاكر في ان انا حامل وانا ما عنديش دلوقتي استعداد اجيب اطفال. يعني ايه؟ يعني لازم ينزل. بقول لك ايه يا فاكر؟ انت عارفه انا بحبك قد ايه، بس انا في الاخر من لحم ودم، فما تضغطيش عليا عشان خلاص انا جبت اخري. ماجد اتأخر قوي، مش عارف اروح فين. ماجد، ماجد، ايه يلا يا ماجد عايزين نبدا. ماجد عايز اقعد معاك. طب بس اخلص السهره واجي لك على طول حبيبتي. ماشي ماجد، خليك معايا يا حبيبتي، انا خسران وعايز اعوض. ماجد ها، انت لو سبتني ونزلت هتخسر اكتر. ما انا لازم احاول. ماجد انا عايزاك. هو انا ما وحشتكش؟ وحشتني يا حبيبتي والله، بس انا بقول لك خسران ولازم اعوض، فاخلص بس السهره وهطلع لك على طول. ادعي لي بس اعوض خسارتي. ها ادعي لي. يلا ماما. ده كيف فلوس كتيرة جدا. تاكي باكي باكي، امي رد عليا. انا والله بصي، ده انا جبت فلوس كتير قوي. اقول لك على حاجه، امي هنعمل كل حاجه ومش هنزل تاني، هقعد معاك هنا على طول. امي عشان خاطر البيبي. باكي باكي امي، والله بحبك يا أمي. يا باكي أمي بقى، أمي يا باكي. طب بصي أمي، وأنا مش هبقى عمر تاني، بس أمي والله ما هسيبك تاني. أمي يا باكي، يا باكي أمي. الفلوس أهي، الفلوس أهي.
اهلا سمير بيه. اهلا وسهلا يا فندم. في ميعاد مع منى هنا. حضرتك جيت بدري شويه. المدام على البيسين. اتفضل. اتفضلي يا فندم. واحدة بس وحضر معاك. في حاجة تانية يا جماعة؟ هما دول بس اللي مستعجلين عليهم. هو سيب حضرتك مع سمير بيه؟ مش عايزة أي إزعاج. اوكي عن اذنكم. اهلا وسهلا يا سمير بيه. انا بجد مش مصدق عيني. ليه؟ في ايه؟ انا عمري ما كنت اتوقع ان منى هانم فتح الباب. بيزنس وومن صاحبه كل المشروعات دي تطلع ست بالجمال والشياكه دي. انت مجامل قوي يا سمير بيه. خالص يا هانم، دي الحقيقه اللي ما يختلفش عليها اتنين. خلي بالك كل كلمة بتقولها بتتسجل وهتتحاسب عليها بعدين. طب ده شيء كويس يسعدني. ها تحب تاخد ايه تشرب؟ تحب اجيب لك درينك خليكي فريش؟ انا دلوقتي بين ايديكي، اي حاجة هتأمريني بيها انا عاملها لك، مع ان وجودي معاكي دلوقتي هو بجد اللي بيخليني فريش. ده ايه التفاهم ده كله؟ الحقيقة اللي سمعته عني خلاني بجد نفسي أعمل أي حاجة في الدنيا عشان أقرب منك بأي شكل وبأي تمام. بس أنا اللي بيقربوا مني ساعات بتحصل لهم حاجات خطر في حياتهم. بس إحنا لسنا قدامنا وقت طويل عشان نعرف بعض، مش كده برضو؟ يا ريت. المهم أنا طلبتك النهاردة لأني محبش أخش مزاد ومخدوش. بزعل قوي. وانا ما اقدرش على زعلي. تقصدي المزاد اللي احنا عاملينه عشان مكان المصنع؟ انتوا عايزين تبيعوا المكان ليه؟ عادي، بنقفل المصنع عشان المشروع اللي احنا كنا جايبينه المكان للاسف وقف. بس انا عايزك تطمني تماما، المكان جديد. وابراهيم الطيب له دخل بالمزاد؟ الحاج ابراهيم الطيب يبقى حمايه، وهو دلوقتي سايب المجموعه كلها لاولاده ومنهم مراتي. هما سايبين المجموعة تحت تصرفي وإدارتي عشان بيثقوا في خبرتي وقدرتي. منى هانم، لو المزاد ده يلزمك اعتبري رسي عني. انت واثق في نفسك قوي. قد ما انا واثق كده في جمالك ورقتك، ممكن بس نشيل التكليف اللي بينا بعد اذنك؟ يا ده انت داخل حامي قوي. بس انت عارف انا بحب قوي الكتكوت اللي زيي. بس المهم تبقى قد كلامك. اصل انا موتي وسمي بيقول كلام هو مش قد. عمري جربيني هتلاقيني قده ونص. الو. هيا يا بابا، ازيك؟ خير؟ مالا بكي؟ طالع لماجد فوق. بنت خيري صعبان عليا قوي. ماجد هو اللي حالته صعبه، الصدمه كانت جامده عليه، خصوصا ان باكي كانت حامل. ربنا يصبره. الله يرحمك يا باكي. Thank you.
البقاء لله يا ماجد، الباقية في حياتك يا ابني، مش مكتوب لكم مع بعض أكتر من كده. استعوذ ربك خير وشد حيلك وخليك راجل. مزيكا تحب؟ يا ريت. حالا. احكي لي بقى عن نفسك شوي. انا حكايتي بسيطه قوي، حتى ما تستاهلش انك تضيع وقتك في سماحها. لا 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 يا ناصح، ما هو انت هتحكي لي هتحكي. ماشي احكي لك اللي انت عاوزاه. اوكي احكي لي في الاول عن العروسه الصغنونه. عادي جدا، جوازه صالونات، لا حب ولا تفاهم. طب بص بقى، انا اصلي ما بحبش اللف والدوران، وانت بصراحه عاجبني قوي ومش هسيبك، بس لازم في الاول تقولي انت عايز مني ايه. لو عايز تعمل بيزنس ما تقدرش تعمله الا لو كنت ملك او امير، هعملهولك. ولو كنت عايز واسطة او سند في البيزنس بتاعك هسندك، ونفضل حبايب وصحاب على طول. بس في الاول تقولي انت عايز مني ايه. عايزك كلك. يعني ايه؟ عايزك تبقي بتاعتي. ومراتك بنت الطيب هتعمل معاها ايه؟ وهي تيجي جنبك ايه؟ انا دلوقتي مفيش في حياتي غير واحدة بس، منى. خلاص وانا موافقة ان انا اتجوزك وهي لسه معاك، بس بشرط انا ماليش شريك في اي حاجة في حياتي. ولا هيبقى لك، انت مالكه قلبي لوحدك وقاعده على عرش لوحدك، لوحدك بس. هو ده اسمه ايه ده بقى؟ جنون. بتحبيني يا كتكوت؟ موت. بعد الشر عليك، انا ما بحبش الكلمه دي خالص. الشر حصل خلاص. تحبي ترقصي؟ بس اصلا انا خايفه ادوخك تقع. انا نفسي ادوخ بس معاك انت. تخسى عليك يا ويل، انا حبي شر؟ لا بس بهدلتي في الحب هي اللي شر. انا لو صدقتك هتبقى مشكله، وانت لو ما صدقتنيش انا هموت نفسي. بس انا اكبر منك، ما ينفعش اقعد اكلمك عن الحب انت بتكلميني عن الوزن والمقاسات والسن. انت شاطر قوي في الكلام، بس ارجع واقولك ان كل حاجه نتفق عليها ممكن تحصل من غير مشاكل وبالتفاهم. بس نتفق على حاجه تعمل حاجة تانية، ده بقى اللي زعلني. أنا من إيدك دي لإيدك دي تحت أمرك. أنا بس ماليش غير طلب واحد، تتجوزيني. بس أنا خايفة ما تقدرش. والله هما برضو مش بيقولوا إن المية تكذب الغطاس؟ أنا موافقة، بس قبل ما اتجوزك هخطبك. تخطبيني؟ امال هجربك ازاي؟ طب يلا بقى بسرعه عشان انا مش قادر استنى. يلا.
خير يا حاج صبري؟ اتفضل معانا على المديريه وهناك هتعرف كل حاجه. خدوه. كلم المحامي بسرعه. خليهم حسان يلعب بطاريه بسرعه. حاضر يا عباس جه. هشوفك بكره؟ طبعا يا عمر. طول ما انت عاجبني هتشوفني كل يوم. بيبي. ما ينفعش اشوفك بالنهار. بيبي. احنا قلنا النهار للبيزنس والليل للحب. طب ما نعكس بقى. ايه بيبي؟ انت خايف من مراتك؟ سمير ما بيخافش من حد. ولا حتى مني. لا احنا بنحب بعض. يا كتكوت كلامك ده هو اللي عاجبني. يا روحي الكتكوت. نويه يا حبيبتي. نويه يا روحي. ايوه. اهلا يا حبيبتي. ازيك يا دادا؟ الحمد لله. سمير جه؟ بقى له 10 دقايق. 10 دقايق بس؟ ايوه. قولي لي يا حبيبتي الحاج ازيه؟ الحمد لله. وانت عامله ايه يا ضنايا؟ كويسه يا دادا. دخليه دول جوه لو سمحت. من عينيا يا حبيبتي. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. ايه كنتي فين؟ هكون فين يعني؟ ما انت عارف انا ما بروحش في حتة غير عند بابا. وهو عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله. انت كنت قافل موبايلك ليه؟ لا ده كان فاصل شحن. انا عندي بقى ليكي حتة خبر هيفرحك قوي. خبر ايه؟ شركة جديدة محتاجة رؤوس اموال. حجم استثماراتها مديحة ضخمة جدا وكمان الارباح والمكاسب بتاعتها عالية قوي. سمير. نعم يا حبيبتي. هو انت ما بتفكرش في اي حاجه غير الشغل؟ بفكر في الشغل، بفكر في حبيبتي كمان. ايه الريحه دي؟ ريحه ايه يا حبيبتي؟ في ريحه برفان غريبه. برفان غريبه ايه بس؟ العبط ده. ابعد عني. بقول لك في ريحه برفان غريبه في جسمك وفي هدومك. طب ايه دي بس يا حبيبتي؟ ابعد يا دادا. مش عارف بس كان فيها ايه لو كنت جيتي معايا. تعبانه يا حبيبي. وبعدين انت مش عارف اصلا هي عايزاكوا في ايه. مش يمكن تكون حاجه عائليه؟ بس انا ما بحبش اسيبك لوحدك. تقلقش عليا انا هبقى كويسه. سلام. باي. خلاص بقى مديحة اهدي شوية وشيل الأفكار الوحشة دي من دماغك. وأظن إن سمير كده وضح لي كل حاجة. ولا إيه يا ماجد ما تتكلم؟ كل ده ممكن يقنعك أنت ويقنع أي راجل تاني. بس أنا الكلام الفارغ ده ما يسواش عندي أي حاجة. طب اسمعي بقى يا مديحة. أنا عمال أحايلك عشان خاطر إخواتك قاعدين وعشان نخلص من الهيصة اللي أنت عاملاها دي. إنما يكون في علمك الموقف ده مش هيعدي بالساهل. أنت جايب إخواتك وعمالة تشكلهم. فيها مديحة؟ تفكرني مربوط جنبك ولا ايه؟ انا ما بجيش بالطريقه دي وانت عارفه كده كويس. خلاص بقى يا سمير، غلطه وعدت يا اخي. غلطه وعدت؟ يعني بعد كل اللي انا حكيته لكم ده طلعت انا اللي غلطانه؟ بصراحه يا سمير انا مش شايف مديحه غلطانه. وما يصحش الطريقه اللي بتكلمها بيها دي. يا ماجد احنا مش هنقعد نتحاسب، مش مهم مين غلطان دلوقتي، المهم ان هم يتصالحوا. نتصالح ليه؟ اذا كان هو اصلا مش شايف نفسه غلطان في اي حاجه. يا مديحه خلاص بقى معلش، ما كل الناس بتتخانق، عادي يعني. لا مش عادي.
مفيش أي حاجة هنا بتحصل عادية، ده مش عادي. بابا ايه فيه؟ الله الله الله، اتفضل. خلي بالك منها يا ام حسن. حاضر. كويس انك كلمتيني، لو حصل اي حاجه تكلميني. من عينيا يا بيه، مع السلامه. للاسف حبيبي نزل، مالكوش نصيب فيه. المهم تبقى كويسه ان شاء الله. متشكرين قوي يا دكتور. يا ثابت، يا ماجد، وصلوا الدكتور واستنوني تحت. انا بجد ما كنتش حابب الدوشه دي كلها، لان زي ما حضرتك سمعت يعني كلامها كله هلوسه في هلوسه. اسمع يا ابني، لو كانت بنتي بتهلوس فانا هجيب لها دكتور نفساني، او ادخلها مصحه، او اعمل لها زار وافتح لها الكتاب، هتصرف يعني. انما لو طلعت مش بتهلوس وانت غلطت في حقها مش هيحصل كويس. ان شاء الله. تعرف طبعا الشهور الاولانيه بنحتاج فيها شويه راحه، شويه فيتامينات، ناخد بالنا شويه من اكلنا ومن شربنا ونريح شويه لغايه ما الحمل يستقر ان شاء الله. والف مبروك. طبعا سمعت الدكتور قال ايه. الف مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبي، مبروك علينا. دي الفيتامينات، ان شاء الله اشوفك في المتابعه بعد شهر ان شاء الله، وربنا يتمم لكم على خير ان شاء الله. ميرسي يا دكتور، ميرسي. وكاننا ما بقيناش صحاب المجموعه، سمير بيه بقى هو الكل في الكل. ده انت لو حاولت تفهم حاجه مش هتعرف تفهم اي حاجه. ده انت لو طلبت فلوس استنى بقى لحد ما البيه يتعطف عليك. وكل ده احنا اللي عملناه بايدينا. ماجد انت سامعني ولا لا؟ يا ماجد انت لو فضلت كده كل حاجة هتروح مننا. سيبني في حالها ثابت، انا خلاص مش عايز حاجة. اذا كان على حق ونصيبي في المجموعة خده يا عم، بس سيبني في حالي بقى، ارجوك سيبني في حالي. يعني ايه مش عايز حاجة؟ مش عايز حقك. حقي راح يا ثابت، راح من زمان، يوم ما ابني ما مات. ابني اللي كان نفسي اشوفه مات يا ثابت، ومراتي ماتت. خلاص يا ثابت، خسرت كل حاجه. وفلوسك ورثك. مش عايز حاجه فيها، خد كل حاجه وسيبني في حالي بقى. خلاص سيبني في حالي ارجوك. يا ماجد انا اخوك وخايف عليك. اخويا اللي ما رفعش السماعه عشان خاطر يطمن عليا بعد ما مراتي ماتت وابني، ولا اخويا اللي اول ما جالي عشان خاطر فلوس؟ لازم تفهم ان احنا اللي عملنا كده في نفسينا، كان لازم نفهم ده. ما عرفناش يعني ايه ابونا. ابونا اللي عمل لنا كل حاجه في الدنيا، واحنا خدنا كل حاجه منه غصب عنه، دينا شربنا من نفس الكاسه يا معلم. Thank you.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله رب. اقعد. عامل ايه يا ماجد؟ الحمد لله. مش كفايه بقى؟ كفايه يا بابا. كفايه حزن يا ابني. الحزن بيجيب حزن والهم بيجيب هم. انا مش زعلان من اللي حصل لي يا بابا، دي اقل حاجه. زعلان من روحي. انا زعلان مني قوي يا بابا. طب دي حاجه كويسه. الراجل اللي بيلوم نفسه يبقى بيطهرها. مش عارف اطهر منها ايه ولا ايه. كله بيتطهر يا حبيبي، المهم قلبك يكون صافي. حضرتك مش زعلان مني؟ لا مش زعلان منك، زعلان من رميتك دي. وقوم بقى عشان ما زعلش منك اكتر. يعني بعد كل اللي انا عملته في حضرتك حضرتك مش زعلان منها بقى؟ الاب مهما زعل من ابنه مسيره هيصفى، وبعدين في معظم الاحيان بيعمل انه زعلان. انا ابني مات يا بابا، ابني مات من غير ما اشوفه ولا حد عامل عليه اللي انا زعلان. بس ذنبك انت، كل اللي انا عملته في حضرتك ربنا ردهولي في ابني. يا عبيط، ده قدر ومكتوب. يعني انت كان متهيألك ان ربنا بينتقم منك فهيموت الروح الصغيره دي؟ لا يا حبيبي، ربنا أرحم بالعبد من أي حد. قوم يا ماجد روح معايا البيت عشان عايزك تفضل معايا. ألف مبروك يا عروسة، ألف مبروك يا عريس. ميرسي يا نعم. مبروك يا سمير بيه. الله يبارك فيك. مبروك يا حبيبي. مبروك يا حبيبي. قولي بقى يا حياتي، هتطلع معايا ولا هتروح لمراتك مديحة؟ أصلها صغنونة وبتخاف كده. يا حبيبتي عاوزاني أسيبك وأروح في ليلة العمر. أنا كنت بس بسألك. لا يا حبيبتي انا هطلع معاكي، وهي تعمل اللي هي عايزاه. واقولك على حاجه كمان، احنا هنقضي الهانيمون بتاعنا في اجمل مكان في العالم، بس انا هسيب حبيبتي بقى هي اللي تظبط لنا البروجرام. يا حياتي، يعني انت الليله دي معايا؟ طبعا يا عمري. انت اللي عمري. مأذون اللي لسه خارج ده؟ ماشي. مأذون وسمير بيه جوه؟ شكرا. يا حاج سمير بيه موجود في الفيلا جوه دلوقتي. والفيلا ما فيهاش حد غير الناس اللي شغالين فيها، وفي مأذون لسه خارج من شويه. مأذون وسمير لسه جوه؟ طب خليك مستني عندك قدام الباب، ما تتحركش، ولو خرج تمشي وراه وتشوفه لي راح فين. خير يا حاج؟ في حاجة؟ ربنا يستر. بشوف مديحة. الحاج الذي طلبته غير متاح. تليفونها مقفول. ألو. سلام ورحمة الله، ازيك يا حاج؟ دلوقتي؟ حاضر، مسافة السكة. حاج فتحي كرامة عايزني. ان شاء الله خير يا رب. ان شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام يا حبيبي. جبت مديحة؟ أيوة جبتها وطلعت فوق تسترق في أوضتها. ناوي تعمل إيه؟ هصلح الغلطة اللي أنا عملتها. سيبينا شوية يا سلوى. حاضر بعد إذنك. مالك يا بابا؟ في إيه؟ عايز أتكلم معاكي بخصوص جوزك. ماله سمير؟ انت عملتي له توكيل يا حبيبتي. ايوه يا بابا. واخواتك كمان عملوا له توكيل. اللي انا كنت متوقعه من زمان حصل يا حبيبتي. الرأي بتاعي اللي انت كنت ضده يعني وما كنتيش موافقه عليه هو باع نصيبك وبيبيع في أنصبة إخواتك وتقريبا قرب يصفي المجموعة. صفي المجموعة ازاي يعني؟ مش هي دي المشكلة يا حبيبتي. انت عارفة طبعا انت نور عيني من بين إخواتك كلهم. المشكلة انه باع الحاجات دي لحساب واحدة ست تانية قد أمه وهو دلوقتي بايت عندها بعد ما اتجوزها. انا شخصيا مش شايف لك معاها عيش تاني لكن برضو اللي انت هتقوليه هعمله. طلقني منه يا بابا. عايزة اتطلق. حاضر. ايه ده؟ انت مين جابك كده؟ الحاج ابراهيم الطيب. اه الحاج ابراهيم الطيب منعني من دخول الشقه بتاعتي دي. او انا التعليمات اللي عندي كده بس هي حضرتك معكش مفتاح الشقه. لا والله. امال ده ايه؟ ده مفتاح الشقه اللي هي بتاعتي. اتفضل من هنا يا بيه. مش عايز مشاكل قدام بيتي بدل ما اكلم لك البوليس. زي ما قلت لحضرتك انت معكش مفتاح الشقة. اتفضل من هنا. ماشي. ازيك يا بابا؟ مساء الخير يا عم. اقعد يا سمير. سيبنا انت يا ثابت واتكل على الله. انا هقعد معاك. هي مش مديحه دي اختي ولا ايه؟ اه اختك. بس انا في بيني وبين سمير كلام مش عايز حد تاني يسمعه. طب انا عارف كل حاجه. قلت لك شكرا. سيبنا لوحدنا ويا ريت تسيب البيت كله ولا هقعد اعيد في الكلام انا. حاضر يا بابا. السلام عليكم. الله. انتوا جيتوا؟ اهلا وسهلا. ما هو طبعا ما دام حضراتكم حواليه يبقى انا لازم ابعد. في حاجه يا استاذ ثابت؟ استاذ السلام عليكم. سلام. اتفضلوا الحاج مستنيكم في المكتب. اهلا وسهلا. خلاص اللي حصل حصل.
خلينا اولاد النهارده. انت راجل بتاع بيزنس وشاطر فيه كمان. الصفقه قدامك اهي. ده الاستاذ حسنين القاضي فاكره طبعا. ده المأذون بتاع العيله. بيجوز بس ما بيطلقش الا النهارده. فانت هتطلق مديحه دلوقتي. وانا هعتبر كل البلاوي اللي انت عملتها بالتوكيل بتاع مديحه وماجد كانه ما حصلش. يا اما هنشتغل على الورق اللي مع المحامي ده ونوديه النيابه وحضرتك هتكون في السجن في اقل من شهر. وساعتها برضه هنطلق منك مديحه. بس انا عندي مشكله. مش عايزك تفضل نسيبي ساعه واحده من دلوقتي. وانا راجل ما بخبيش نقط ضعفي قدام اعدائي. بنتي طلبت مني ان اطلقها منك النهارده. وانا ضعيف قوي قدام بنتي. انا هسيبكم دلوقتي عشان تخلصوا والشهود موجودين. ممكن اشوف مديحه؟ لا، بنتي حرمت نفسها عليك خلاص. وانا زي ما جوزتها لك عشان هي طلبت مني برضو هطلقها منك عشان هي طلبت مني. طبعا انت فاكر انا عملت ايه يوم ما جوزتها لك رغم اني ما كنتش موافق. تخيل بقى هعمل ايه لما هي تطلب مني ان اطلقها منك. خلص يا سمير. شوف شغلك يا استاذ. اديله البطاقه. انتوا اكيد عايزين ثابت تاني. كل حاجه هتبان في المديريه ما تقلقش. انا مش قلقان لاني ما عنديش حاجه اصلا اقلق منها. ركبوا البوكس. انتوا ما تعرفوش انا مين. انا ثابت الطيب. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا يا حاج فتحي. وعليكم طيب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك يا حاج؟ ازيك يا فتحي؟ ازيك؟ خد يا عم ابنك اهو. ادار بيمدقدق زي ابوه والله يا طيب. لو انت مش عايزه انا مستعد اشغله عندي مدير عام، بس لو انت مش محتاج خدها. طيب انت اولى بشطاره ابنك. يا حبيبي يا حاج فتحي طول عمرك سندني. وانا هقول له يشتغل فين؟ ما هو افندي مال وهدوم وهو يشتغل مطرح ما هو عايز. ايوه يا حاج، حضرتك اللي هتقول هشتغل فين. لا يا ابني، أنا عمري ما كنت عاوز أسيطر عليكم ولا شغالكم عندي. أنا كل همي كان إن أطمن عليكم إنكم كملتوا علامكم وتقدروا تشتغلوا أي حاجة. وأنا جاي لك يا حاج وهشتغل أي حاجة هتقول عليها، إن شاء الله أمسح الأرضية. طب تعالى في حضن. أخوك ثابت اتقبض عليه. منى فتح الباب اللي لف عليها سمير جوز بنتك. طلعت حية كبيرة قوي. لبسته كل المخالفات هو وابنك ثابت اللي كانت بتشتغل فيها. وطلعت على بره ومحدش لاقيها لحد دلوقتي. على ما تعال لنا بسرعه عشان انا شكلها تولد. معلش بسرعه. الله يخليك. ما
سلام يا رب. حاجة يا حبيبك المصطفى يا رب. يا رب. كمان يا حسن. ده معانا. عمو. ايه يا بنتي اللي جابك دلوقتي؟ سابع العيال ليه؟ ما قدرتش اقعد في البيت غير لما اطمن على رحمة. هي اخبارها ايه دلوقتي؟ تعبانة والله يا بنتي. حبيبتي يا بنتي، ربنا يطعها لك بالسلامة يا رب. ان شاء الله يا ام حسن. ألف مبروك. مبروك يا بابا، مبروك يا حبيبي. الله حبيبي يا حبيبي، ما شاء الله. الله اكبر. صلى على النبي، صلى على الزين. مبروك يا حاج. ولد مبروك يا ولد. صلى على النبي، صلى على النبي. الله الله جميله يا رب. هتسميه ايه يا حاج؟ هسميه يوسف. يوسف حلو قوي. يبقى يوسف الحاج ابراهيم. اسم بركه. خليه لك يا رب يا عمو. يا عمر ما شاء الله. كويس. الحمد لله حبيبي. هي نايمه. الحمد لله على سلامتها يا رب. يا رب انا عارف ان انا غلطت كتير، بس سامحني يا رب واخرجني من اللي انا فيه. مشاوي الأستاذة رحمة ترحب بكم. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا خايفة يكون اتحرق. لا كويس أوي أوي، بس الريحة جميلة والجيلة باين عليها حلوة. أي خدمة. لما حضرتك بس تحس إنك جعان اطلب مطعم الحاجة رحمة. طب الله تسلم إيدك. بالله أنا والشفا يا حبيبي. تاخد طحينة؟ بس بس. هنا فتح الباب زي ما انتوا عارفين، هربت بره مصر هي وكل رجالتها. ما فضلش من القضايا دي غير انا وسمير الدرملي. طبعا ما كانت كاتبه كل المشاريع الوهميه باسمه. سمير طلب يشهد قدام النائب العام وبرأني. ما فضليش غير تهمه التربح اللي خدت عليها سنة. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. والمجموعة أخبارها إيه؟ لسه في مصانع ولا كله اتباع؟ لولا عمك الحاج فتحي كرامة كان كله راح. الراجل كان بيشتري لحسابي كل حاجة، حتى الناس التانية اللي اشترت راح لهم وفهمهم إيه الوضع. تقريبا حسابت كل حاجة رجعت. بسيط أوي اللي راح. ما فضلش بس غير مشاكل بتاعة أقساط البنوك وتسديد بقية الفلوس لحاجة كرامة وبقية التجار. الحمد لله. أحسن أنا ما كنتش بنام الليل وأنا عارف إن السبب في ضياع ورث إخواتي. خلاص خلاص، اللي حصل حصل. أظن كلنا اتعلمنا منه كتير، مش لازم نفكر فيه، لازم نبص لقدام. وبرضه كل اللي أنتوا عايزينه هعمله لكم. أنا مش عايز حاجة يا بابا، كفاية إن حضرتك لسه واثق فيا ومش هغني في المجموعة. بس أنا ليا طلب واحد، مراتي وعيالي. مراتك وعيالك مسؤوليتي يا ثابت. أنا عايز أرجع لهم يا بابا. أبوس إيدك، أنا عايز أرجع لهم. إن شاء الله ترجع لهم يا حبيبي، إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. يا حاج. أهلا 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 أهلا. السلام عليكم.
فرز. ازيك يا ابراهيم؟ لا ازيك حلا عبد الله. ازيك يا نرى؟ ازيك يا الحمد لله. ازيك يا حضر الدار؟ اهلا يا سيماني. يا سيدي انا جاي لك النهارده ومعايا ضيوف اللي كانوا عندي، ابننا ثابت وماجد. وثابت بقى جاي واقع في عرضك، عايزك تتجوز الست الكريمه سلوى هاني. قلت لهم ناخد معانا الحاج عبد الله، والحاج ابراهيم ما بيردش كلمه للحاج عبد الله ابدا. طلع ان الحاج عبد الله ليه طلب عند الحاج ابراهيم، قلت اجيب المأذون ونجيلك عشان احنا مستعجلين شويه. قلت ايه يا حاج ابراهيم؟ مفيش قول بعد قولك يا حاج فتحي، بس متهيألي برضو نسأل صاحبة الشقة العروسة. يعني العريس ده ابن حلال مقصر وكل جواد ليه كابوة. صحيح هو واد شقي شوية بس عفى الله عما سلف. ها قلت ايه يا سلوى هاني؟ يلا عم احمد جهز ورقك واكتبني انا والحاج عبد الله شهود على العقد. بس انا عرفت انكم كتبتوا كتابكم مجرتين قبل كده، اعملوا حسابكم دي اخر مره، فاهمين؟ الطلب التالت بقى، المثل بيقول اخطب لبنتك وما تخطبش لابنك، وانا عايز اخطب ابنك ماجد لبنتي هدى. يا سلام، يلا بقى نقرا الفاتحه على كده.